السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مروة شريف، بيتجدد معانا اللقاء الترم ده مع باي كيمستري 2، وكمان في شابتر مهم جدا جدا جدا. هنعرف دلوقتي أهمية الشابتر ده واحنا بنبدأ نعرضه معاكم. قبل ما نبدأ كلام عن الشابتر بتاعنا، طبعا الفترة دي هتبقى فترة ضغط كتيرة أو كبيرة جدا علينا كلنا، بس الحمد لله الجدول يعني يرضينا الحمد لله. ما تقلقوش خالص من كون ان انتوا ما ذاكرتوش، او في مواد لسه المحاضرات لسه بتنزل لكم فيها، في مواد هتبقوا المحاضره لسه بتذاكروها ايام الفاينل. ما تقلقوش خالص من الموضوع ده، احنا كنا زيكم كده. اغلب اصلا باقي الكيمستري انتوا تقريبا خلاص دلوقتي بتخلصوا في العملي في 20 شفوي، برده مش هتعرفوا تذاكروا مواد ميديسن بالذات في دلوقتي يعني في بالنسبه للنظر بتاعها، فما تقلقوش خالص. الحمد لله الايام قدام كل ماده كويسه تقدروا تلموا فيها الماده، وعادي جدا انتوا تكونوا تذاكروا لسه لاول مره قبل الفاينل. ما تقلقوش برده من الموضوع ده، يعني دي حاجه خارجه عن ايدينا، بس اهم حاجه ان انتوا تذاكروا بتركيز وتستعينوا بالله. فتره العمل والشفوي بتبقى فتره مش هينه وتبقى فيها ضغط تقيل، وبالذات ان انتوا اول مره هتجربوا الشفوي. مش هقول لكم احساسكم اول حاجات دي كلها، ان شاء الله هتحسوا وهتيجي تحكوا لنا، بس اللي اقدر اقوله لكم ان هي ان شاء الله هتبقى فتره خير عليكم. المهم بس زي ما الدكاتره كلهم قالوا، نحاول ما نتوترش، نحاول نبقى هادين، ان شاء الله هتعدي بخير وبسلامه، ما تقلقوش خالص. بالنسبه عندنا العامل الباي كيمستري، الحمد لله العامل كله نزل لكم. بالنسبه للامتحان برضه، الامتحان بتاعنا بيجي سهل، ما تقلقوش خالص. هيبقى في ريتم وفي برضه ام سي كيو، بس الريتم بيبقى اكتر. الاسئله الريتم بتبقى بسيطه، يعني ممكن اذكر بس نوع كذا شكل كذا مش عارف ايه، طب اهميه 1 2 3 بس، ما تقلقوش خالص. يعني الاسئله الريتن بتاعتنا بسيطه. بالنسبه للسبيلنج برده كده ما تقلقوش من الحته دي، الدكاتره اصلا بيبقوا متعاونين جدا وقت الامتحان. المهم بس نذاكر كويس، اصلا المنهج العملي بتاعنا مش يعني مش كتير، يعني حاجه بسيطه برده، المهم نكون مذاكرينها كويس. احنا برده معاك في اي سؤال فتره العملي او النظري او في اي وقت احنا موجودين معاكم ان شاء الله. بالنسبة عندنا للمنهج بتاعنا، الحمد لله نزل لكم البروتين دلوقتي الهيم، وبعد كده فضل لكم النيوكليوتايد والفيتامينات، ان شاء الله هينزل لكم برده. بالنسبة عندنا للايه، انتوا الحمد لله زي ما احنا عرفنا ان الدكتور لغى لكم جزء الميد تيرم اللي هو كان عبارة عن الليبيد والكربوهيدرات. دلوقتي بنلعب في زون تقيلة وضيقة شوية، وفي نفس الوقت معلوماتها كويسة وهنعرف نلمها، تمام؟ فاحنا عندنا الزون اللي احنا بنلعب فيها، هنلعب دلوقتي على البروتين ومعانا الهيم ومعانا معانا ايه تاني، معانا النيكلوتايد ومعانا الفيتامينات، فما تقلقوش خالص من الحته دي. اهم حاجه بس هنتكلم عن شابتر الهيم بتاعنا، هقوله لكم برده احنا هيحصل ايه. يلا بينا نبدا نعرض مع بعض شابتر الهيم. قبل ما ابدا عرض الشابتر لازم نتذكر حاجة مهمة مع بعض جدا، ان احنا يا جماعة غير موكلين بالايه، احنا موكلين بالسعي لا بالنتيجة. فدايما الآية اللي بتطبطب على قلوبنا في فترة العملي والامتحانات او فترة الضغط عموما او فترة اصلا في حياتنا، وهي وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. دايما خلينا متذكرين ان احنا كبشر معلناش غير السعي اما النتيجه دي بتاعت ربنا، ودايما اختيارات ربنا هي الخير لينا، فما تقلقوش. نذاكر نركز بالراحه، الدنيا هتمشي معانا ان شاء الله بشكل كويس. نبدا بقى معانا في شابتر الهيموجلوبين بتاعنا. لو سالت حد عن الشابتر ده فهو هيقول لكم هو شابتر كويس جدا، بسيط سهل مش صعب، وكذلك الامر فيه معلومات كتيره والمعلومات كلها مهمه. الدكتور السنه اللي فاتت كان جايب حرفين امتحان ممكن نقول ازيد من النص، كان هيم وبروتين، لان احنا برضو هو ما كانش حذف لنا الكربوهيدرات ولا الليبت، بس ما جبناش منهم اسئله كتيره، يعني كانوا ممكن يقول 7 اسئله كده ولا حاجه. لكن عندنا الهيموجلوبين بجد كل نقطه فيه مهمه، كل نقطه فيه يجي عليها سؤال. كذلك شابتر البروتين اكد عليهم كويس جدا. النيوكليوتايد الدكتور خلاص قلل لكم الموضوع، فبالتالي الجزء اللي عليكم قرر عليه في النيوكليوتايد هيجي برده كله. كذلك الامر الفيتامينات الدكتور قلل لكم الموضوع قوي، فبجد هيجي لكم برده نفس الموضوع. اسئله الفيتامينات ان شاء الله اللي هشرحه في الفيديو هيقول لك الاسئله بتيجي ازاي، برده بسيطه وسهله، جاست بيجي يقول لك الفيتامين المسؤول عن كذا او المرض كذا ناشئ عن نقص فيتامين اي وهكذا، فما تقلقوش يعني من الموضوع ده، هتشوفوا برده وقت شابتر الفيتامينات. نرجع بقى لشابتر الهيم بتاعنا. انا دلوقتي هدرس حاجه اسمها الهيم ميتابوليزم. اول لما اقول كلمه الهيم هيجي في بالنا كلنا اللي هي الهيموجلوبين، وانتوا فعلا معاكم حق لان احنا اصلا ما نعرفش غير الهيموجلوبين، بس لا احنا دلوقتي هنتكلم عن جزء من الهيموجلوبين وهو الهيم بس. ايه ده ازاي يعني مش فاهمين؟ برضو هنعرف مع بعض في المحاضره.
انا دلوقتي هتكلم عن الهيم، ايه الموضوعات اللي انا هشوفها عندي في شابتر الهيم. هما المفروض يا جماعه بصراحه هما موضوعات كتيره مش هننكر، ولكن انا عندي الاربع موضوعات اساسيه، الباقي يعني بيلف بيدور حوالين. اول موضوع عندي هو الباي سنسز اوف هيم، انا هبدا اشوف انا بصنع الهيم ده ازاي والستبس بتاعتي والباسواي بتاعي. والباسواي طبعا زي ما احنا عارفين الباسواي بتاعتي بتبقى مكرره كلمات معينه فيها بس، والانزيمات تمام لكن الرسمه مش علينا. فحرفيا الباسواي بتاع الهيم الدكتور اللهم بارك يعني مقللوك خالص خالص. بعد كده هناخد المرض اللي بينشا عن اي ديفيشنسي هيحصل وقت الباسواي بتاعي ده. لو حصل نقص عندي في انزيم كذا مثلا وانا شغال في الباسواي بتاع، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مرض اسمه بورفيريا، كل انواعها بقى هنشوفها. بعد كده بعد ما خلاص صنعت الهيم هبدا اشوف الكاتابوليزم بتاعه، هياخد برده الباسواي بتاع الكاتابوليزم، ولو حصل برده عندي ديفيشنسي في اي خطوه في الباسواي بتاع الكاتابوليزم هيحصل ايه؟ هيحصل عندي مرض اسمه الجونديس. يبقى انا هاخد تصنيع وتكسير وهاخد الامراض اللي هتنشا عن تصنيع وتكسيره. تمام، ده كده بالنسبه عندي ايه، ده كده بالنسبه عندي اللي انا هشوفه في شابتر الهيم. الرسمه ديت انا مش هتكلم عليها دلوقتي لان هي هتبقى هجيبها لكم تاني قدام نكون اخدنا الحاجات اللي فيها، ولكن هنا هو جاست بيوريكي هنا الهيموجلوبين اهوت، بيوريكي التركيب بتاعه عباره عن جلوبين وعباره عن هيم. وبعد كده بيوريكي عندي هنا ده الكاتابوليزم بتاعه، مش هنتكلم فيه عشان خاطر ايه كل حاجه ليها وقتها. نكمل بقى في كده انترودكشن جابها لي في الاول. زي ما احنا عارفين انا عندي الهيموجلوبين بيبقى محمول على ايه؟ محمول عندي على الار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء زي ما احنا عارفين. طب وظيفه الهيم اصلا ايه؟ وجودها في الار بي سيز وظيفته ايه؟ ان هو عندي بيعمل بيمادي اكسجين كارير، بيبقى حامل الاكسجين للخلايا بتحتاجه عشان تتنفس. تمام، بعتذر عن صوت المروحه بتاعت اللاب بس عشان بجد هو شغال بقاله فتره فجاب اخره معايا يعني. عشان برضه ما اتاخرش عليك في الفيديو كده. الانترودكشن عندي هنا بيقول لي ان انا هتكلم اول حاجه عن الار بي سيز، لازم برضو يكون ان انا هتكلم عن الهيموجلوبين اللي هو اصلا بيبقى موجود على الار بي سيز، لازم اكون عارف الار بي سيز دي ايه بالظبط. فبيقول هنا انا عندي الار بي سيز زي ما احنا عارفين من شابتر الكربوهيدرات ان هي نون نيوكليتد وبتبقى باي كونكيف، عارف انت تجيب عجينه كده وتقوم فعصها بمعنى الكلمه بصوابعك الاثنين كده، هي بتعمل باي كونكيف ده يعني لها سطحين مقعرين. ونو ميتوكوندريا، كلمة نو ميتوكوندريا دي هيترتب عليها السطرين دول. نو ميتوكوندريا نرجع ب ذاكرتنا لشابتر الكربوهيدرات، نفتكر ان انا عندي الحاجة اللي ما كانش فيها ميتوكوندريا يبقى هتعمل ايه؟ اول باسواي اخدناه في الكربوهيدرات الجلايكوليسيز، يبقى هي هتعمل انيروبيك جلايكوليسيز بس. هتروح فين؟ هتعمل انيروبيك ايه؟ هتعمل انيروبيك جلايكوليسيز عشان خاطر هي ما فيهاش ميتوكوندريا. وكنا قايلين ان انا عندي انيروبيك جلايكوليسيز بينتج عنها 2 اي تي بي، يبقى هو هنا بيقول ان انا عندي الباسواي بتاع الانيروبيك جلايكوليسيز بيبقى اكتف فيها في الار بي سيز وبتنتج عندي 2 اي تي بي، وكذلك الباسواي بتاع الاتش ام بي شنط. تمام، كمان عندي بيقول كون ان هي هتمشي في طريق الانيروبيك جلايكوليسيز يبقى معنى كده هيتكون عندي حمض الاندبرولين بتاعي كان حمض اللاكتيت، فكون ان هيتكون عندي حمض اللاكتيت ويبدا يتراكم فبالتالي هياثر عمرها. ما احنا عارفين ان هي ماده مش كويسه جدا للجسم، الجسم لازم يحاول يتخلص منها. فانا عندي تراكم حمض اللاكتيت ده هيخلي عمر الار بي سي 120 داي. العلماء قالوا ان اصلا 120 يوم ان الار بي سي تبدا تعيشهم، على فكره رقم مش قليل بالعكس خالص، ده قدره حلوه الار بي سي انها تقدر تعيش ال 120 يوم اصلا بالتراكم اللي عندها ده. تمام، فعمر الار بي سي عندي 120 يوم. وقال كمان في هنا معلومه يعني ان انا عندي بيقول 100 مللي لتر من البلط يبقى فيها 14.5 جرام من الهيموجلوبين يبقى انا المعلومتين اللي اعرفهم هنا ان انا عندي الار بي سي نون نيوكليتد نو ميتوكوندريا، كون ان مفيش ميتوكوندريا كلها نفس كده مفيش ميتوكوندريا يبقى هتروح عندي لي طريق ايه؟ هتروح عندي طريق لي الانيروبيك جلايكوليسيس فبالتالي تديني 2 اي تي بي، كون انها راحت للانيروبيك جلايكوليسيس يبقى هتعمل ايه؟ يبقى هيحصل عندها تراكم حمض اللاكتيت، كون ان حصل عندها تراكم حمض اللاكتيت يبقى معنى ده ايه؟ يبقى معنى ده ان عمرها هيبقى سهل فيديني 120 يوم بس بتعيشهم ايه؟ بتعيشهم الار بي سي. بعد كده بندخل نشوف الايه؟ اللهم صل على النبي، ازاي الار بي سي بتحمل الاكسجين والباسواي وكده والحاجات دي يعني. عشان بس تبقوا فاهمين معايا الشابتر انا ماشيه ازاي يا جماعه، احنا ان شاء الله هنبدا نشرح. بص هو الشابتر عموما فيه تو باسواي بس، الباسواي الاثنين دول اللي احنا لو عرفناهم خلاص فهمنا الشابتر كله. تمام، فانا مش مرضتش ان انا خلاص اكتب لكم الباسواي دي والدنيا خلصت كده، انا برضو عملت لكم الباسواي ديت كتبت لكم عليها صور وكتبتها لكم بايدي كمان، وكتبت برضو الداتا للدكتور منزلها عشان نبقى لمينا الموضوع من كل الجوانب. فانت هتلاقيني الاول بشرح لك وبعد كده هنبدا نقرا اللي معاك في الداتا واقول لك ده اللي الدكتور ركز عليه فده اللي انت مطالب بيه. تمام، عشان بس تبقى فاهم الدنيا
فاهم ان احنا هنتكلم ازاي. فانا هنا بيقول عندي السلايد دي فيها ايه، بيقول ادي عندي هنا الار بي سيز، وادي عندي الهيموجلوبين اللي هو اللون اللي هو مش عارفه ايه اللون ده، ودي هنا اللي هو اللون البلو ده، ده عباره عندي عن الايه، ده عباره عندي عن الاكسجين. فبيقول ان انا عندي الاكسجين عندي اللي بيجيلي من اللنج بيحمل على الهيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز، بعد كده الاكسجين بيبدا يرتبط بايه، يبدا يرتبط عندي بالهيموجلوبين، الار بي سيز تروح عندي للتيشو بتاعي فتسيب تعمل ريليز عندي للاكسجين للتيشو، فيحصل التنفس بتاع التيشو. العمليه دي اسمها الجاز اكسشينج والفيوجن بتاع الغاز اللي هو الاكسجين والحاجات دي، ثاني اكسيد الكربون الكلام ده كله. المهم يعني العمليه ان شاء الله هترضوا بالتفصيل لما ربنا يرزقكم كده وتطلعوا بطنه سنه ثالثه ان شاء الله هتتنفخوا برضه انت لو شان. بعد كده هندخل على عمليه تانية وهي حاجه اسمها الاريستروبيوسيس. عمليه الاريستروبيسيس ديت هي عمليه تصنيع كرات دم حمراء جديده. العمليه دي انت اخدتوها اللهم صل على النبي كده معايا بسم الله الرحمن الرحيم في الترم الثاني من سنه اولى في شابتر البلط في فيسيو 2 في الانيميا، تمام، اخدتها بعد الانيميا. عمليه تصنيع اللي هي كرات دم حمراء جديده، فبيقول هنا ان انا عندي في فاكتور معينه هي اللي هي تعمل ستيميليشن عندي لعمليه التصنيع دي. انا بيقول عندي ان انا عندي في الكدني، الكدني بتفرز هرمون اسمه ايه، اسمه الاريستروبيتين هرمون. الاريستروبيتين هرمون ده هو المسؤول عن تحفيز عمليه الاريستروبيسيس، وعمليه الاريستروبيسيس ديت اللي احنا بنبدا نكون بيها ار بي سيز جديده. فبيقول عندي هنا في اربعه فاكتور هم المسؤولين ان انا يعملوا ستيميليشن للكدني، يقولوا لها والنبي انا دلوقتي عندي ار بي سيز قليله، فالنبي افرزي هرمون الاريستروبيتين عشان يروح يحفز الاريستروبيسيس فيكون لي ار بي سيز جديده. فبيقول ان انا عندي هنا يا اما يحصل هايبوكسيا، يحصل عندي انيميا، يحصل عندي ديفكت او ديكريس في الجاز اكسشينج. الجاز اكسشينج ده اللي بيبقى محصل عندي ما بين الرئه والكابيلاري، الالفيولاي والكابيلاري بالذات، يعني ان انا عندي هنا الموضوع قل او حصل فيه مشكله. يحصل عندي التيشو ديماند بتاعتي زادت، ان انا التيشو بتاعتي لا ده تفصى عايزه اكسجين عماله، لا انا عايزه اكسجين زياده، عايزه اكسجين زياده. فكون هي عايزه اكسجين زياده معنى كده ان انا هدخلها، يعني هي الرئه هترد عليها وتقوم مدخلها اكسجين، بس دلوقتي انا دخلت اكسجين مين اللي هيشيله؟ لازم الار بي سيز تبقى موجوده. فبالتالي لما انا عندي الديماند بتاع التيشو بتاعي يزيد للاكسجين هلاقي ان انا عندي الكدني بترد بان هي بتحاول تزود افراز هرمون الاريستروبيتين عشان خاطر يعمل ايه؟ الاريستروبيسيس، فبالتالي يزود لما صار عامل الار بي سيز، لان الار بي سيز عندنا اسمها الكارير بتاع الاكسجين، حامل عندي للاكسجين. فبيقول ان انا عندي الاربعه فاكتور دول، لما بيحصل المشاكل دي يقوم رايحين عندي الايه للكدني يعملوا لها ستيميليشن، يقول لها لو سمحتي احنا دلوقتي محتاجين ار بي سي، تقوم الكدني رد عليهم وتقوم مزوده افراز هرمون الاريستروبيتين هرمون، يقوم الاريستروبيتين هرمون يمشي عندي في البلاد ستريم لحد ما يوصل عندي للبون مارو، يقوم عامل لي ايه بقى، يقوم محفز لي عمليه الاريستروبيسيس. يبقى الاريستروبيسيس بتحصل فين؟ في البولمر، بس اللي بيحفزها مين؟ الاريستروبيتين هرمون اللي هو جاي من الكدني. فلما يحصل عندك تحفيز لعمليه الاريستروبيسيس تبدا تعمل ايه، تكون كريات دم حمراء جديده. فكريات الدم الحمراء الجديده اتكونت خلاص، انا دلوقتي الكدني عماله تشتغل فخلاص الجسم استخدم كريات الدم الحمراء اللي تناسب الوضع اللي هو فيه دلوقتي، وخلاص خد الاكسجين بتاعه وانبسط والدنيا حلوه ورجعت الجسم لطبيعته. انا كده عندي زياده في كرات الدم الحمراء والكدني عماله شغاله تفرز اريستروبيتين، والاريستروبيتين يعمل اريستروبيسيس وشغاله افراز كرات الدم الحمراء. طب انا هودي ده فين؟ هيعمل عندي زياده، فانا مش عايز زياده في كرات الدم الحمراء تعمل لي مشكله. فتعمل ايه؟ تقوم جايه ثانيه عندي كرات الدم الحمراء الزياده دي ترجع تاني للكدني وتقول لها لو سمحتي قللي لي افراز الاريستروبيتين هرمون، انا خلاص هموت، انا زدت، الشخص هيفطس مني، مش عايز اكتر من كده. هتقوم عامله ايه، بتعمل تاني انهيبيشن للكدني، تقوم مقلله افراز الاريستروبيتين هرمون، يعني بمعنى اصح بتعمل ريجيشن لنفسها، بتظبط نفسها بنفسها. دي كده عمليه ايه، عمليه الاريستروبيسيس. انت عليك فيها شويه كلمات هنقولهم دلوقتي بس عشان تبقى فاهم بتتعمل ازاي، بس وانت المفروض اصلا تكون فاكرهم من سنه اولى، بس اكيد يعني عفى الله عما سلف ما حدش فاكر حاجه اصلا. صباح الفل، انتوا لو افتكرتوا شطر البروتين يبقى خير وبركه. نيجي هنا برده هي نفس الباس واي بتاعنا او نفس اللي بيحصل يعني بمعنى اصح، بس ايه بقى بالكلام. فبيقول انا عندي هنا ادي رقم واحد ان انا بيحصل ايه، الكدني بتاعتي بيديتكت الريديوس اللي بيحصل في الاكسجين كارين كاباسيتي اوف البلاد. الاكسجين كارين كاباسيتي اوف البلاد اللي هي بمعنى اصح الار بي سيز بتاعتي قلت، اول لما تقل تقوم مين الكدني تحس يا لهوي الحقيقه الار بي سيز قلت، تقوم على طول الكدني تقوم على رد بريسبونس، لا خدي بقى انا هعمل لك سكريشن لمين، الاريستروبيتين هرمون. يقوم طالع الاريستروبيتين هرمون يمشي فين، في البلاد. اول لما يوصل عندي مين، يوصل عندي ليه البول مارو، يعمل استيميليشن لعمليه الاريستروبيسيس. الاريستروبيسيس تقول لها لا والله ما انا مزعلاك،
خدي بقى ايه ريسترو اسمها دي ريستروسايت اللي هي الار بي سي زي ما انت عايزه تقوم عامله ايه مطلعه الريستروسايت تمام. فبالتالي هيعمل انكريز عندي فيه الاكسجين كارين كاباسيتي عن الار بي سي بتاعتي هتزيد. لما الار بي سي بتاعتي تزيد شفتي بقى الجمله الحلوه الانكريزنج في الكارين كاباسيتي بيحصل ايه بقى بتعمل ريليف للانيشيال ستيمولس ذات تريجرد الاستروبيتين سكريشن بتروح عامله ريليف بتقلل الانيشيال ستيمولس اللي هي عملته في الاول اللي هو تريجر دي تريجر دي يا جماعه كلمه اثاره الكلمه دي مهمه جدا عندنا ان شاء الله لما ربنا يكرمكم تدخلوا الترم الثاني وتاخدوا ماني والثرابيتك الكلمه دي ممكن كلمه مهمه جدا احنا كلنا اصلا تريجر. المهم يبقى هي الانكريزنج بتاع الاربس الاربسينز بيروح يعمل ايه بيروح يقلل ثاني السكريشن بتاع الاستروبيتين هرمون. خلصنا احنا بنجرب حاجات ايه كتيره بس خلصنا المهم تكونوا فاهمين ننقل على اللي بعده. اللي بعده بقى المهم بقى ده اللي عليك وده اللي مكتوب عندك وده اللي بتاعتك وده اللي المفروض تعرفه تمام. بيقول عندي هنا ايه افتكروا الوش الزعلان ده يا جماعه الوش الزعلان ده الشخص عنده هاي بوكس يا جماعه شخص تعبان شخص مريض كلنا تعبانين. بيقول عندي ان انا الهيومن ريستروبيتين هرمون ده هو الميجور ستيميليتر اوف الاستروبيسيس. احنا قلنا الاستروبيتين بيطلع من الكيدني تمام يروح يعمل ايه ستيميليشن للاستروبيسيس اللي موجوده عندي في البولمر. هو بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه الاستروبيتين هرمون هو الميجور ستيميليتر بتاع الاستروبيسيس اللي هو بيحصل له سنسس فين بيحصل له عندي سنسس في الكيدني وبعد كده بيريليز ده بسبب ايه بسبب ريسبونس عندي الهايبوكسيا. الهايبوكسيا تحصل تروح عامله ستيميشن الكيدني الكيدني تطلع ريستروبيتين الريستروبيتين يروح عامل ستيميشن الريستروبيسيس الريستروبيسيس تعمل لي ايه تعمل لي ار بي سي بس خلصت الموضوع. بيقول بقى ان انا عندي هنا الفورميشن الار بي سي عندي في البون مارون بيحتاج شويه حاجات. انا دلوقتي خلاص عرفت ان البون مارون هيعمل عمليه الريستروبيسيس ويطلع لي ار بي سي. طب العمليه دي محتاجه ايه انا محتاجه شويه حاجات كده نعرفهم. بيحتاج عندي امينو اسيد وبيحتاج عندي ايرون وبيحتاج عندي كوبر وبيحتاج عندي فوليك اسيد وفيتامين بي 12 وفيتامين سي وحاجه اسمها بيرودوكسر فوسفات اللي هو الفيتامين بي. كلمه بيرودوكسر فوسفات ديت انتوا ان شاء الله تقريبا بقى هي ما بقتش عليكم يعني على ما على التقسيمه اللي الدكتور نزلها لكم جديده ان انا عندي الفيتامينات دي كلها ليها اسم اللي هو الاسم الفيتامين بي ده الاسم الشائع بتاعنا ما بيننا بس في اسم تاني كيميائي يعني الماده الكيميائيه اللي بتكون منها ليها اسم. فانا عندي البيرودوكس الفوسفات ديت اللي هو فيتامين بي 6 بيرودوكس الفوسفات دي هي الاسم الكيميائي او الماده الكيميائيه اللي بتكون منها فيتامين بي 6 تمام. المفروض ان تاخدها في الفيتامينات بس تقريبا بقى خلاص اتشالت من عليكم يعني بختك والله. بعد كده عندي حاجه اسمها ايه البانسوليك اسيد برده اللي هو فيتامين بي 5 تمام. فانا اعرف 6 12 معاهم خمسة معاهم فيتامين سي يعني خمسة وسي بقى فاهمة قريبين شوية من بعض فان شاء الله نعرفهم من دول المحفظة. ايرون وامينو اسيد ديت يعني حاجة كده لازم تكون عارفينها عشان خاطر ده اصلا اللي بيكون الهيموجلوبين يا جماعة تمام. بعد كده بيقول عندي ايه ان انا اللي اسمه ايه اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم كده بسم الله. فبنقول ان هي ايه بقى انا بستخدم الحاجات دي في حاجه اسمها الهيماتينتك انا الكلينيكال ثيرابي يعني انا بستدل من خلالها على زياده الهيموجلوبين في الدم. ما هو كون ان الهيموجلوبين زاد في الدم يعني معنى كده ان انا ايه اللهم صل على النبي ان صنع الار بي سي زاد فالحاجات دي لما تزيد عندي يبقى معنى كده ان انا بصنع ار بي سي ان انا بصنع ار بي سي كتير. ده كده عندي ده اللي مكتوب عندكم في الاسئله تمام فده اللي احنا علينا نعرفه. ما ان شاء الله يا جماعه مش هيك على هي بس هو الكلام المهم عندكم انتوا تعرفوا ان عندي الاستروبيتين هرمون بيطلع من الكيدني وخلاص ان شاء الله يعني الحاجات اللي دي تبقى عارفينها امينو اسيد والايرون اكيد عشان خاطر الهيموجلوبين وكده. ندخل على اللي بعده اللي بعده مش عارفه ادخل ليه. هندخل بقى بعد كده على مين على الهيموجلوبين بقى الكلام الحلو بتاعنا. هندخل عندنا يا جماعه على الهيموجلوبين بنقول ان انا عندي الهيموجلوبين هو زي ما احنا شايفين هو كلمه من شقين تمام. خلونا كده نجيب القلم عشان نعرف نشخبط شويه يعني الهيموجلوبين هي عباره عن ايه هي كلمه من شقين هيم وجلوبين تمام. ادي عندي الجلوبين وادي عندي الهيم. بيقول عندي بقى ان انا اعرف الجلوبين ده لو احنا متذكرين هو نوع من انواع البروتينات تمام. هو عباره عن بروتين بنسميه حاجه اسمها تترميتك بروتين بيتكون من 4 سب يونت تمام. بنقول ان انا عندي كل سب يونت بتبقى عباره عن بولي بيبتايد بتمسك بحاجه بتبقى ماسكه مع حاجه اسمها بروستيك هيم جروب بروستيك هيم جروب تمام. ده بالنسبه عندي للجلوبين.
لو انا جيت ابص على صورته هنا عشان تبقى في دماغك كويس، ادي عندي هنا ادي ادي الجلوبين، ده الجلوبين، ادي ادي اسمه ايه بسم الله الرحيم، الاربعه سب يونت. احنا قلنا ان هو في اربعه سب يونت، تمام. الاربعه سب يونت دول بيبقى عباره عندي عن بيتا والفا، اتنين بيتا واتنين الفا. ادي عندي بيتا اهي وادي عندي الفا، يبقوا بقى اربعه، اتنين بيتا واتنين ايه واتنين الفا. ده بالنسبه عندي لمين؟ ده بالنسبه عندي للايه؟ ده بالنسبه عندي للجلوبين. طيب بعد كده الهيم. الهيم بيتكون من حاجتين، الاير، تمام ان شاء الله، وادي عندي حاجه اسمها البورفيرينج، تمام. البورفيرينج ده تكوين مين؟ ده كده الهيم. البورفيرينج دول بيتكونوا من اتنين، من حاجه اسمها اتنين الا. هنعرف يعني ايه الا دلوقتي وباختصار لايه. الاتنين الا دول بيتكونوني بيبقوا نتيجه اتحاد حاجه اسمها ساكسينايل كو اي والجلايسين، تمام. الكلام المعقد ده احنا دخلنا بقى الحاجات جديده، ما احنا شاحنين، انت حاسه بتقول حاجات غريبه كده. تاني يا جماعه، تاني دلوقتي احنا هنتكلم على تركيب الهيموجلوبين. احنا خلاص خلصنا الانترودكشن بتاعتنا وعرفنا الاورفيسز والكلام ده كله، ندخل بقى عندنا على الهيموجلوبين الاساسي. انا عشان اعرف الهيم ده جاي منين، انا هتكلم عندي عن الهيموجلوبين، تمام. الهيموجلوبين اللي هو موجود في الدم في الاورفيسز. بيقول ان انا عندي الهيموجلوبين زي ما احنا شايفين، هي كلمه متشققين، عندي كلمه الجلوبين، تمام، وده نوع من انواع البروتين، تمام. بيقول عليه حاجه اسمها تترمتك بروتين. في اربعه سب يونت، في اربعه ايه؟ اربعه سب يونت. الاربعه سب يونت دول عباره عن اتنين بيتا واتنين الفا اهو. ايه ده، مش هقدر اتشخبط. المهم اتشخبطت خالص. ادي 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 واحد اتنين، اتنين بيتا هما بدل اتنين الفا هما. ده كده اللواليه الكتيره دي، ده الجلوبين. طيب بنقول ان هو كمان الجلوبين ده بيبقى بولي بيبتايد، تمام. عارفين طبعا بولي بيبتايد يعني ايه؟ بيمسك بحاجه اسمها اسمها ايه ديت، بروستيتك هيم. البروستيتك هيم جروب ديت، تعرفين البروستيتك هيم جروب دي اللي هي ايه؟ اللي هم دول. كده خلصنا الجلوبين، ندخل على الهيم بقى. الهيم بيتكون من حاجتين، الاير والبورفيرينج. الاير والبورفيرينج الاثنين مع بعض بيبقوا حاجه اسمها بروستيتك ايه؟ بروستيتك هيم. الاير والبورفيرينج هم البروستيتك هيم دول. بنيجي نقول ان انا عندي مجموعه البرفير رينج دي، يا جماعه تفهموا ان هي حلقه، تبقى حلقه، تمام. البرفير رينج بتكون من حاجه اسمها اتنين الا. الالا دول قلنا هنعرف هي اختصار ايه، امينو فيلانيك اسيد. والاتنين الا دول تركيبهم اصلا بتيجي منين؟ بتيجي من اتحاد الساكسونايل كو اي مع الجلايسين. خلينا بس نمسح الشخبطه دي كده الاول ونرجع تاني. ايه اسمها ايه ديت، مسحنا الشخبطه، نرجع تاني بقى عشان نبقى فاهمين. ادي البتاع اهو، يبقى انا تاني بالراحه كده مع بعض. قلنا الجلوبين هو بيتكون من كلمه من شقين، عندي الجلوبين والهيم. الجلوبين ديت نوع من انواع البروتين، تبقى عارفين كده يبقى هو نوع من انواع البروتين. خلاص بروتين، تمام، يبقى هو هيبقى بولي بيبتايد. طيب يبقى في كام يونت؟ يبقى في اربعه سب يونت، اتنين الفا اتنين بيتا، تمام. اسمه تترمتك بروتين. ده جاست انت تعرفه عن الجلوبين، ومش مش هنسمع عنه تاني طول الشابتر، تمام. بعد كده بالنسبه عندي للهيم، الهيم ده عباره عن ايه؟ عباره عندي عن ايرن والبورفيرينج. الايرن والبورفيرينج دول عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها اسمها دي بروستيتك هيم، تمام. ايه بروستيتك هيم؟ الايرن والبورفيرينج اسمها بروستيتك هيم. بنقول عند البورفيرينج ديت بتتكون من اتنين الا. الا دي قلنا هنقول الباسواي بتاعها، بس ده حاجه مبدئيه تبقى عارفينها برضو. الالا دي عباره عن اتحاد الساكسونايل كو اي، اللي هو طالع منين الساكسونايل كو اي ده؟ معلش احنا يمكن الكربوهيدرات اتحذفت، بس بجد لازم نكون عارفين المعلومات دي من اللي شابتر الكربوهيدرات. الساكسونايل كو اي ده اللي كان فين؟ طالع عندي من الميتوكوندريا في الكريبس سايكل، تمام. زائد الجلايسين. لو انا جيت بصيت عندي هنا على الرسمه دي، اللي هي اللواليه اللي انا قلت لكم عليها دي، دي كده الجلوبين، تمام. ادي الالفا والبيتا اهو زي ما احنا شايفين. الهيم بقى فين؟ عارفه انت البتاعه الاصفره دي؟ دي الهيم، تمام. البورفيرينج هي الاصفره دي، الازرقه ديت ديت الايرن، تمام. بس ده انا عايزك تعرف عندي من السلايد ديت، تعرف فيه ايه؟ تعرف الحتتين دول، ده اللي موجود عندك في السلايدات وده اللي انت هتتسال عليه، تمام. بس الهيم ايرن وبورفيرينج. الجلوبين تترمتك سب اربعه سب يونت، بيبقى بولي بيبتاي. بعد كده هندخل على اللي بعده. بصوا بقى عشان نبقى في الصوره، ده اللي قدامنا ده، ده اللهم صل على النبي كده الهيم سنسز. انا كده دخلت على تصنيع الهيم، انا هروح بقى اصنع الهيم لوحده من غير الجلوبين، تمام.
انا كده بصنع الهيم بس. حلو تمام. احنا قلنا الهيم عباره عن ايه؟ عباره عن ايرون بورفيرينج. لحد هنا لحد هنا كده تمام. انا بصنع البورفيرينج لحد هنا عشان اوصل للبورفيرينج تمام. من اول الخطوه دي جاست ان انا احط لها الحديد تبقى الهيم. فديت ده كده البصواي الاساسي الحقيقي الفعلي. الدكتور كتبه لكم في الصيدات؟ لا مش ده. الدكتور كتبه لكم في الصيدات البصواي ده ده تمام. بس ده مختصر يعني ده ده اللي عليكم ده اللي انت هتذاكره. بس انا عشان خاطر تفهم ده جه منين لازم تكون عارف الايه الكبير التاني. والكبير التاني انا هحتاجه وقت لما اجي اقول لك على انواع المرض اللي بينشا اللي هي البورفيريا لو انتم متذكرين قلناها في الاوبجكتيف بتاعتنا. فانا دلوقتي هقول لك الايه هقول لك للدكتور كاتبه لك عشان تبقى عارفه هو بس. فانا بيقول لي هنا عندي هتكلم عن السنسز اوف الايه اوف الهيم. بجيب عندي ايه السنسز اوف هيم عشان نبقى عارفين تصنيعه بيبقى فيه جزء في السيتوسول وجزء في الميتوكوندريا وجزء يرجع ثاني للسيتوسول تمام. سوري قصدي يا جماعه جزء بيبقى بادئ في الميتوكوندريا يروح للسيتوسول بعد كده يرجع ثاني للميتوكوندريا. معلش لو احنا جينا شفنا البتاع بتاعه اهوت الصوره دي الصوره ديت بتوضح لي تركيب الهيم او الهيم بيتكون ازاي. بيبقى بادئ من هنا من اول هنا ادي الميتوكوندريا يمشي ده كله في السيتوسول ويجي يرجع ثاني للميتوكوندريا يكون لي الهيم. انا مش هتكلم عن الصوره دي دلوقتي عشان خاطر ما بقاش هحتاجها قدام تبقوا فاهمينها برضو. بس انا دلوقتي هتكلم عندي عن الايه عن الدكتور كاتبه لكم بيقول ان انا عندي تركيب تصنيع الهيم بيبدا بحاجه اسمها ساكسونايل كو ايه. ساكسونايل كو ايه انا ليه قلت لك هو بيبدا في الميتوكوندريا؟ لان الساكسونايل كو ايه ده طالع من ستريك اسيد. ستريك اسيد سايكل اللي هي بتبقى فين اللي هي اصلا في الميتوكوندريا. ما هي ستريك اسيد اساسا هتبقى في الميتوكوندريا فعشان كده انا بقول لك هو بيبدا عندي في الميتوكوندريا تمام. بيبقى عندي ساكسونايل كو ايه على الجلايسين مع الجلايسين بانزيم اسمه الالاسينسيز تمام. وحاجه اسمها بي ال بي ده اللي هو الكو انزيم بتاعي يديني حاجه اسمها الالا. الالا ده عباره عن اختصار لحاجه اسمها امينو لفيولينيك اسيد. الامينو لفيولينيك اسيد هي كلمه امينو ديت عشان خاطر يبقى فيها مجموعه امين تمام. ان اتش 3 قصدي. بعد كده بنقول الامينو لفيولينيك اسيد ده بيكون لي حاجه اسمها البيرول رينج. ده البيرول رينج تمام. باخد أربعة من البيرول رينج ديت أكون حاجة اسمها بورفيرين رينج. البورفيرين رينج دي تبدأ تتشكل كده وتتكون لحد ما تكون لي حاجة اسمها بروتو بورفيرين. بروتو بورفيرين أنا عارفة إن الأسامي تنحى شوية فعلا بس معلش يعني اسمين اللي هنذكرهم أصلا في الليلة دي كلها. بعد كده باجي أضيف عليها بقى الحديد الثنائي. الحديد الثنائي صحيح عند نسيت اقول لكم حاجه. الحديد اللي عندنا في الهيم احنا قلنا بيتكون من اير وبرفرن رينج. الايرن بتاع اللي موجود في الهيم بيبقى حديد ثنائي اسمه فرس. الحديد الثنائي هنا اسمه فرس. باجي هنا اضيف عندي الحديد يكون لي حاجه اسمها فيرو اسمها ديت فيرو بروتو بروفرين. فيرو بروتو بروفرين. فيرو بروتو بروفرين. معلش انا عارفه اسماء تجيب المراره بس معلش. ده البصوي اللي عليه. شغل البصوي ده مش عليه لان هو يعني بالترتيب انا عامله ده. لا انا بس هحط لكم عشان تبقوا فاهمين. انت هتفهم البصوي بشويه كلمتين هتبقى مبصمكم يعني هتبقى عارفهم ما تقلقوش. يبقى انا تاني بيقول ان انا عندي البصوي بتاع الهيموجلوبين سينثيز. بنقول ان انا بيجيب عندي الجلايسين كو اي سوري الساكسونايل كو اي. الساكسونايل كو اي ده اللي هو طالع منين من ستريك اسيد سايكل يبقى في الميتوكوندريا ونضيف عليه مع الجلايسين يتقابل مع الجلايسين في وجود انزيم اسمه الالاسينسيز يتعمل لي حاجه اسمها الالا. الالا دي الامينو فيولونيك اسيد. الامينو فيولونيك اسيد يكون لي البيرول رينج. البيرول رينج اربعه من الاخد اربعه من البيرول رينج ديت تمام. هيكون لي حاجه اسمها بورفرين رينج. البورفرين رينج دي هتبدا تتشكل وتتكون لحاجه اسمها بروتو بورفرين. وبعد كده اضيف عليهم الفرس اللي هو الحديد الثنائي يكون لي حاجه اسمها فيرو بروتو بورفرين. فيرو بروتو بورفرين. عايزه الصوره الثانيه. في صوره ثانيه هنا تمام. احنا قلنا ان ده يا جماعه شكل البيرول رينج. البيرول رينج بتبقى بالشكل ده. الرينج بتاعتي بتبقى بالشكل ده تمام. وهنا اللي هي الاتش عادي خالص والدنيا حلوه والان والمفروض ان مكان الحتت دي سي تمام. فكده شكل البيرول رينج عادي. باخد اربعه منها وحرفيا بتبدا تتشكل لحاجات كتير يعني بتمر بمراحل كده ثلاث اربع مراحل لحد ما توصل للبورفرين ده. الثلاث اربع مراحل دول مش عليك انت اول انت هوب بتنط على طول من اول البيرون رينج تروح طالع على طول للبورفرين على طول.
فبيقول ان انا عندي ده شكل الهيم يا جماعه، مش شكل الاخير، شكل الهيم ده كده تمام، ده الشكل الاخير للهيم. حلو. اللهم صل على النبي. ادي عندي ده ديت البورفرين رينج اهي، دي البورفرين رينج اللي هي دي، البورفرين رينج اللي هي الرينج دي كلها، لكن البتاعه دي لوحدها ده البيرول اللي هي اللي هو الشكل الخماسي لوحده ده البيرول رينج، لكن كل مع بعضه اربعه بيرول بتكون لي البورفرين تمام. وادي الحديد الثنائي اهو ماسك في النص بيكون لي الهيم. حلو. بالنسبه لدول الكلام اللي مكتوب ده انا مش هقوله لكم دلوقتي لحد ما نشرح الصوره الكبيره اللي فاتت دي عشان تبقوا فاهمين برضو، انا بس عايزاك تعرف اللي احنا قلناه هنا، مش هعيده تاني لان برضو انا مش عايزه الكلام ده، انا هقول الكلام اللي الدكتور كاتبه بالظبط، انا جاست ان انا فهمته لك تمام. تمام. دلوقتي ده شكل الهيموجلوبين تاني، ادي عندي الجلوبين اهو تمام وعليها الهيم. احنا قلنا ان انا عندي الهيم الاصفر ده عباره عن مين؟ الاصفر ده عباره عن البورفرين البورفرينج، والاحمر ده عباره عن الايرن، الايرن بتاعنا حديد ثنائي اسمه فيروس تمام، نبقى عارفينها. وادي قلنا الجلوبين عباره عن ايه؟ ادي عباره عن بولي بيبتايد تروماتيك فيها سب يونت ايه من البروتين، 2 الفا و2 بيتا. نيجي هنا اخد قطاع كده طلع لي فيها اظهر لي شكل الهيم، هبص هنا عندي في شكل الهيم هلاقي ايه؟ اربعه بورفرين سوري اربعه بيرول رينج، اربعه بيرول رينج اللي هو بتكون لي البورفرين الكبيره المدوريه دي كلها البورفرين، ودي عند الفرس الثنائي تمام. شكل البيرول رينج او البورفرين مش عليك، التركيب ده طبعا مش عليك، ديت اسمها ايه ديت مجموعه الميثايل ومش عارف ديت مجموعه البروبينايل ومش عارف مجموعه البين ودي الفينايل ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها مش عليك تمام. لو عايز يعني هقولها ان شاء الله، بس دي مش دلوقتي، انت بس تفهم الشكل، انا عايزاك تفهم الشكل تبقى عارف تمام. بعد كده هندخل بقى ده الكلام المكتوب عندك في الاستعدادات، ده كده اللي مكتوب عندك في الايه في الاستعدادات. بيقول ان انا عندي هنا ان الهيموجلوبين الملوكيولار ويت بتاعه حوالي 57 كيلو، الهيموجلوبين الملوكيولار ويت بتاعه 67 كيلو تمام. كل جرام من الهيموجلوبين فيه 3.4 مللي جرام من الايرن، انتوا متخيلين كل جرام فيه 3.4 مللي جرام من الايرن، يعني نسبه حلوه برده. بعد كده بيقول عندي ان انا عندي هنا الهيموجلوبين بيبقى كونجيوجيتد بروتين، كلمه كونجيوجيتد دي حلوه مهمه جدا، يعني بجد لو جيت قلت لكم ان الجزء الثاني من الهيم بيبقى مرتبط بكلمه كونجيوجيتد دي، كونجيوجيتد يا جماعه يعني في ارتباط بينهم وثيق، ماسكين في بعض، ماسكين كده لازقين في بعض، بمعنى اصح في بينهم ارتباط تمام. فبيقول ان انا عندي الهيموجلوبين عباره عن كونجيوجيتد بروتين، يعني ايه كونجيوجيتد بروتين؟ هو انا مش قلت لكم ان انا عندي مجموعه الايرون بيبقى او سوري مجموعه الهيم بتبقى قاعده كده على على الجلوبين زي ما احنا شايفين، ادي الهيم اهي، ادي هيم اهي، ادي هيم اهي، بتبقى كونجيوجيتد مع الجلوبين، لازقه فيها، ماسكه فيها، مش عارف تفصلهم كده تمام. فبيقول عندي ان انا ايه بقى؟ بحاجه اسمها ماسكين في بعض، بحاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها البروسيتيك جروب، البروسيتيك جروب ديت اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان انا الهيم التكوينين الاثنين بتوع الهيم، قلنا الهيم بيتكون من ايه؟ البورفيرورينج والايرن، وقلنا ان البورفيرورينج والايرن الاثنين مع بعض بنسميهم حاجه اسمها البروسيتيك جروب. يبقى انا هنا الجمله دي بتقول لي ان انا عندي ايه بقى؟ الهيموجلوبين عباره عن كونجيجيتد بروتين، الكونجيجيتد بروتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلوبين بروتين والهيم، يعني ماسكين في بعض بينهم ارتباط حلو. وقلنا ان الهيم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها البورفرين رينج والاير از ذا البروسيتيك جروب، ده الكلام اللي احنا قلناه مفيش حاجه جديده اهو. بعد كده بيقول عندي الجلوبين عباره عن ايه؟ عباره عن تتروميتيك بروتين زي ما احنا قلنا برده، هو بروتين في كام؟ في اربع سب يونت، 2 الفا و2 بيتا، ادي الاربع دي 1 2 3 4، 2 الفا و2 بيتا تمام. H sub unit having جلوبين بولي بيبتايد، كل sub unit الجلوبين بتاعها بيبقى بولي بيبتايد، يعني الفا 1 بولي بيبتايد، الفا 2 بولي بيبتايد، بيتا 1 بولي بيبتايد، بيتا 2 بولي بيبتايد وهكذا. وفي حاجه اسمها بروستيتيك هيم جروب، يعني ماسك فيهم البروستيتيك هيم جروب، كل sub unit فيها بروستيتيك هيم جروب، يعني شايفين دي sub unit اهي مثلا وليكن دي الفا 1 فيها بروستيتيك هيم جروب اهي، الالفا 2 فيها بروستيتيك هيم جروب اهي، بيتا فيها بروستيك هيم جروب، بيتا فيها بروستيك هيم جروب، ده اللي هو عايز يقوله لك هنا في الجمله دي. ده الكلام ده احنا قلناه قدام، مفيش حاجه جديده اهو خالص تمام. طيب بعد كده بيقول عندي بقى ان انا هي الكلام اللي احنا قلناه، انا عندي الاربعه بولي بيبتايد تشين دي بتبقى عباره عن ايه؟ 2 الفا و2 بيتا،
الكلام اللي احنا قلنا كله مش حاجه زياده خالص. تمام. الان بديت ان بيعبط قوي بصراحه يعني. بيقول عندي اللي هو الكلوروفيل بتاع النباتات ده بيبقى عباره عن فوسفوسنس جرين بيجمنت في البلانت مش عارف ايه ماغنيسيوم بورفرين كومبلكس، عشان بس يقول لك ان هي فيها بورفرين يعني، بذكر ان احنا بنتكلم عن الهيمو كده. تمام. كده انا السلايد ديت مفيش حاجه جديده عن اللي انا شرحته قدام، فخلاص نبقى عارفين. لو جه سالك فيها هيسالك في ايه تركيب الهيم مهمه جدا، بورفرين وايرون. تمام. الاثنين مع بعض يكونون حاجه اسمها بورست هيرينج، تقريبا السؤال البورست جروب تقريبا السؤال ده كان السؤال اللي فات. الاربعه ستابينوت دي مهمه برضو. تمام. نبقى عارفينها ونعرف ان هو بولي بيبتايد. كلمه بولي بيبتايد دي مهمه، الكلمات المهمه هتلاقيني معلمه لك عليها. تمام. بعد كده ندخل على اللي بعده. هنا برضو جايبه لك صور كتير لتركيب الهيموجلوبين عشان يثبت في دماغك. ادي الهيموجلوبين اهو، ادي مجموعه الجلوبين اهي، بولي بيبتايد تريماتيك 4 سب يونت، ادي الفا تشين، ادي بيتا تشين، ادي الفا تشين، ادي بيتا تشين زي ما احنا قلنا. بعدين عندي مجموعه الهيم، الهيم جروب عباره عن ايه؟ عباره عن ايرن والبورفيرين. الايرن بتبقى على طول بسبوس صغير كده، البورفيرين بتبقى دوريه لان هي اوريدي رينج. تمام. تمام. يجي هنا بيقول لي ايه بقى نفس الحكايه. ادي عندي هنا دم مثلا بلاد فيسلز، في هنا ريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز لما اخدها تقطع فيها طلع لي الهيم، قصدي الهيموجلوبين كله. ادي الهيم زي ما احنا شايفين اهو، 4 سب يونت تترمات بروتين بولي بيبتايد الفا وبيتا. خلاص حفظناه الهيم بورفيرين والايرون، الاثنين مع بعض بنسميها حاجه اسمها بروستيك جروب. تمام. تمام. بيقول عندي الاكسجين بند تو الهيم اون الايه الهيموجلوبين مولكيول، يبقى انا اللي بيشيل الهيموجلوبين. انا ما قلتش على فكره، ما قلتش على فكره غير ايه الذوق ده، ما بحبش كده، ما قلتش غير. تاني احنا قايلين ان انا عندي الهيموجلوبين مسؤول عن مين؟ عن شد الاكسجين على الار بي سيز. في بقى يعني عارف انت السبيسيفيستي قوي بيقول لك ان الـ 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 الحاجه يعني اللي بيشيل على الهيموجلوبين كمان هو الهيم. يعني انا عندي الهيموجلوبين مين اللي بيشيل فيه الاكسجين ده؟ ده الهيم كمان هو اللي بيشيل. الايرون بقى يا جماعه مش اقول لك كل حديد عشان الانيميا مش عارف ايه، افتكر الحاجات دي. يعني بيقول عندي اتش ريد بلاد سيلز بتكونتين بيبقى فيها سيفرال 100 مليون، ده مئات الملايين مش عارف ايه الرقم ده، فيها مئات الملايين من الهيموجلوبين مولكيول اللي هي بترانسبورت عندي الاكسجين. وقلنا ان انا عندي الاكسجين بيحمل على مجموعه الهيم اللي هي اوريدي جزء من الهيموجلوبين مولكيول. كده انا خلصت الموضوع ده، يا رب يكون الهيموجلوبين فهمتوه، فهمت التركيب بتاعه، فهمت الشكل ده اللي عليكم. تمام. ده كده عندي بالنسبه للتركيب بتاعه. هندخل بعد كده على ايه؟ هندخل بعد كده على انا قلت لكم في الاول ان انا الهيم انا هدرسه في الشابتر بتاعنا في الهيموجلوبين ذات نفسه. بس هو انا يعني الهيم موجود في الهيموجلوبين بس؟ اول حاجه تيجي دماغي لا، ده مش موجود في الهيموجلوبين بس. المايوجلوب بتاع المصر موجود فيه، موجود فيه السيتوكروم، مجموعه السيتوكرومات اللي احنا واخدينها في سيولوجي واحد بتاع ترانسبورت بتاع الايونات، موجود فيه البروكس اسمها البروكسيداز والكرياتيز اللي هي دي مجموعه انزيمات كده مسؤوله عن انتي بتاع اكسيديز، انتي امبلاز اكسده. تمام. التريبتوفان، التريبتوفان ده بتاع نوم يعني، انتي 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 ستريس بتاع النوم يعني. عندك حاجه اسمها نيتريك اكسيد سنسيز، ده نيتريك يعني اكسيد نيتريك مسؤول عن انتاج اكسيد النيتريك، النيتريك اكسيد النيتريك ده برده بقى مهم عندي في شغل البلاد فيسلز وكمان التنفس وكده والحاجات دي كلها. فهو انا الاصدار دي بيقول لك ان انا عندي ايه اللهم صل على النبي الحاجات اللي الهيم كمان ممكن يوجد فيها. عشان احنا حرفيا انا ما انكرش يعني انا برده قبل ما اخد الشابتر ده كان هو كل فكري ان الهيموجلوبين ان الهيم موجود في الهيموجلوبين، دي حاجه كلنا عارفينها. لا ده طالع فيه مايوجلوبين. اي شكل الهيموجلوبين؟ اربعه. المايوجلوبين واحده بتاع المصل. تمام. هو نفس التركيب على فكره، بس الفكره ان الاربعه دي واحده بس، هو نفس كل حاجه، دي اربعه دي واحده. عندي السيتوكروم، السيتوكرومز ديت الشكل بتاعها السيتوكرومات. تمام. اللي هي بتبقى مسؤوله عندي عن الترانسبورت بتاع الايونات، والعارفين انتوا الحاجات اللي خدناها في الفسيولوجي والكلام الكتير ده، مش عليكم التفاصيل يعني، بس تبقوا انا فاهم كده بتاعت ايه. البروتيز والكريستيز دي تندول مجموعه انزيمات انتي اوكسيدانت ومضادات اكسده، وتريبتوفان قلنا ان النوم، ونيتريك اوكسيد اوكسيد سنسيز ده بيبقى بتاع اكسيد النيتريك. تمام. يبقى انا عارف ان الهيم مش مقتصر على وجود الهيموجلوبين بس. ممكن على فكره يجيب لك حاجات مثلا، يجي يقول لك ايه الهيم از بريزنت ان اول او يعني موجود في كذا وكذا وكذا، ويجيب لك حاجه خارجيه ويقول لك ايه اللي مش موجود فيها، تبقى الحاجه الخارجيه دي اللي غلط، فاحنا نبقى عارفينهم. تمام. ممكن يقول لك موجود في او في مين من دول. تمام. ويجي يقوم حاطط لك ثلاثه منهم، يحط كل اول اباف
بنختار اولى بابا. وخلي بالكم من اولى بابا عشان حرفيا بجد يا جماعه كان تقريبا امتحان الكيمستري ده بس يعني بقى خلاص مش هنقول. بس المهم يعني خلي بالكم من حته اولى بابا دي عشان بصراحه مش يعني في حاجات ما كانتش فيها الاجابه اولى بابا. فالمواضيع دي بقى تحصل برضه فنخلي بالنا منها. واحنا نعرف ان انا عندي هيموجلوبين مايوجلوبين مش عارف ايه سيتوكرومز بروتيز كريستيز وتريبتوفان ونيتريك اوكسيد سينثيز. تمام ديت كده الاماكن اللي انا ممكن الاقي فيها هيموجلوبين سوري قصدي هيم الاماكن اللي انا الاقي فيها هيم. بعد كده ندخل على ايه ندخل على الاستراكشر اوفر هيم. يا لهوي ده الفيديو طول مننا واحنا لسه بنمشي. الستراكشر اوف الهيم يا جماعه بنقول عندي ان انا الهيم عباره عن حاجه اسمها فيرو بروتو بروفيرين رينج. زي ما احنا قلنا الستراكشر اوف الهيم اللي هي فيرو بروتو بروفيرين رينج هو ده اسمه فيرو بروتو بروفيرين رينج. فيرو عشان الحديد بروتو بروفيرين ديت اللي هي دي تمام والرينج بقى خلاص. بعد كده عندي بيقول الفيرو بروتو بروفيرين رينج ده بيبقى عباره عن بروفيرين رينج اتاتشد تو الايرون زي ما احنا عارفين ايه ده البروفيرين رينج اهي تمام اتاتشد ليه ليه للايرون زي ما احنا عارفين خلاص. فالكلام حرفيا بتاعي فهمنا الرسمه الاولانيه خلاص احنا فهمنا الدنيا. بيقول عندي كمان البورفرينج دي عباره عن ايه البورفرينج دي بتقول كومبايند فورم باي في اربعه. البورفرينج بيشرح بقى البورفرينج اللي احنا قلناها برده احنا قلنا البورفرينج عباره عن ايه عباره عن اربعه بيرون رينج ادي الاربعه بيرون رينج ادي رينج ثانيه ثالثه رابعه يبقى هي عباره عن اربعه بيرون رينج لينك توجذر بالايرون اتوم. هو قال لك الاول ان انا عندي الفيرو بروتو بورفرين ديت عباره عن ايه عباره عن البورفرين رينج والايرون. رجع تاني قال لك ان انا البورفرين ده عباره عن اربعه بيروت رينج بيمسكوا ببعض بمين بالايرون. كلام بصراحه يعني اللي هو نعدي عليه كده احنا خلاص المفروض فهمناه من الرسمه الاولانيه. ده الكلام اللي موجود عندك في الاستعداد. بعد كده بقى البايوسنسز اوف هيم ده بقى سنسز اوف هيم الاساسي بيقول عندي ان انا الهيم كان بي سنسز بي الاول تيشو. الاول تيشو عندي دي يعني معناها البون مارن والليفر يا جماعه البون مارن والليفر بصنع فيه الهيم. بيقول ان انا عندي الهيم از سنسز ايه النورمال بلس. النورمال بلس ديت عباره عن اماتيورد اسمها ديت ريسوسايت هو بيتكون فيها بس مش بيحصل له بطنط عندي في الماتيورد ريسوسايت. النورمال بلس ديت عباره عن اماتيورد يعني ما تبقاش لسه ماتيورد الماتيورد ريسوسايت هو بيحصل سنسس فيها تمام مش في الماتيورد ريسوسايت. الكلمه دي مهمه جدا يا جماعه ان انا عندي الهيم سنسس بيحصل في النورمال بلاست مش الماتيورد ريسوسايت. الكلمه دي مهمه جدا ركز عليها ان شاء الله يجيلكوا اسئله. بعد كده بيقول عندي ان انا بيحصل بقى اول خطوه بيقول ان انا عندي الستارت السنسس بتاعي بمين بالساكسونايل كو ايه. الساكسونايل كو ده اللي هو مين اللي هو ممبر من الستريك اسيد سايكل زي ما احنا قلنا يبقى بينشا بيبقى اول خطوه بتحصل فين في الميتوكوندريا. على فكره ممكن ان يقول لك سؤال استنتاجي يعني وما يعرفش عليه لو جاهل انت خلاص درست الستريك اسيد سايكل اصلا يعني ممكن يجي يقول لك كده هي مش مكتوبه نصا في البي دي اف بس ممكن يجي يقول لك مثلا ان انا عندي الستارت بتاع البايسنسز اوف هيم بيبقى بيحصل فين بيحصل عندي اول حاجه في الميتوكوندريا. انت مالكش دعوه بعد كده بيروح فين انت مش مكتوب عندك بس السؤال ده استنتاجي لان انت عارف ان انا عندي التكسونيل كو ايه بيبقى موجود في الستريك اسيد سايكل اللي بتحصل اصلا في الميتوكوندريا. يعني ده سؤال استنتاجي لو جالك ما يبقاش في مشكله تبقى انت فاهم وعارفه دينا قلناه. يبقى انا عندي بقول ساسمال كو ايه اللي هو اصلا جزء من سيتريك اسيد سايكل يقوم ماسك عندي مع الامينو اسيد اللي اسمه جلايسين تمام في وجود حاجه اسمها البيرودوكسل فوسفات اللي هو فيتامين بي زي ما احنا قلنا اصلا في تصنيع الهيم قدام قلنا انا عندي من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده فيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين بي 12 وكمان فيتامين 5 فيتامين بي 5 تمام. يبقى انا هنا البيرودوكسل فوسفات اللي احنا قلنا ان هو فيتامين بي 5. على فكره انت هنا لو سالك في البيرودوكسل فوسفات هو هنا موجوده في شابتر الهيم هي اي مش متبقى موجوده عندك مش مكرره عليك في شابتر الفيتامينات بس موجوده في شابتر الهيم فانت لازم تعرف ان البيرودوكسل فوسفات اللي هو فيتامين بي 6 تمام يبقى عارفه. يبقى انا هنا عندي ايه يبقى انا بيقول تاني عندي نرجع لكلامنا كده نقوله على طول. يبقى انا بيقول الساكسونيل كو ايه اللي هو ممبر من مين من ستريك اسيد سايكل اللي موجود فين في الميتوكوندريا. يبقى تصنيع الهيم هيبدا فين في الميتوكوندريا هيقوم يتحد مع مين هيتحد مع الجلايسين اللي هو في موجود مين في وجود البيرودوكسل فوسفات تمام البيرودوكسل فوسفات اللي هو بي ال بي الفيتامين بي تمام فيتامين بي 6 عشان يتكون حاجه اسمها دلتا امينو ليفيولونيك اسيد او ممكن نقول عليها امينو ليفيولونيك اسيد على طول اللي هي القلق تمام باي حاجه اسمها الالاسنسيز. يبقى انا في الخطوه الاولى هجيب الساكسونيل كو اي معاها الجلايسين احط عليهم الالاسنسيز والبي ال بي اللي هو فيتامين 6 بي اسمها دي بي 6 ويطلع لي حاجه اسمها كو اش يكون لي حاجه اسمها القلق. الخطوه ديت سكيب ليها مش مكتوب عندكم بس انا على طول هيقوم مكون لي حاجه اسمها القلق. القلق دي هي الامينو ليفيولونيك اسيد. شفت انا قلت لكم ليه كلمه امينو عشان خاطر ادي ليفيولونيك اسيد اللي هو ده الامينو عشان خاطر ال ان اتش 3
تمام. عشان كده قلنا كلمة امينو ده، بنقول ان انا عندي الالة الكلمة دي حلوة قوي قوي، ريت ليميتنج ستيب، ريت ليميتنج ستيب سمعناها كتير في الكربوهيدرات، الريت ليميتنج ستيب هي توقفوا يتشغلوا، فالحته دي مهمه جدا. الريت ليميتنج ستيب في الهيم سينسز هي مين؟ هي الالة سينسز، تصنيع الالة الامينو ريفيولك اكشن، هي الريت ليميتنج ستيب في الايه، في الباس واي بتاع الهيم سينسز، مهمه جدا 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 نركز عليها. يبقى هنا اخذنا في مهم عندي مين، ان هو بيحصل له سينسز في النورمو بلاست، وعندي الريت ليميتنج ستيب هي الالا سينسز. بيقول عندي ان انا هنا الانيميا مي بي مانيفيستد ان الايه البايرودوزل فوسفيت فيتامين بي 6 ديفيشنسي. الجمله دي هتاخدها بالتفصيل كده والحد وفهمها في شابتر الفيتامينات ان شاء الله، بس تعرفها لي هنا معايا، انا مش هتكلم فيها عشان هتكلم فيها ما حاجه منزل على الفاضي. بعد كده عندي بقى الريجوليشن بتاع الهيم سينسز. انا كده خلصت على فكره الهيم سينسز يا جماعه. انا عايز اقول لكم حاجه، اللهم صل على النبي، كده نرجع تاني بسم الله. ده اللي انا قلته في الـ في الـ في الباس واي اللي انا كنت كاتباه بايدي هو ده، تمام. هنا هتلاقي الكلام قليل خالص، وانا قلت لكم حاجات ناس زياده يعني، وقلناها برده في الصيد اللي قبلها. فهو ده عندك البايو سينسز اللي عليك، انت تعرف احط زكسانيلك ايه مع الجلايسين يكون لي الاله وقصت وشكرا، وتعرف الانزيم اللي بيكون، وتعرف ان الاله ريتريبيتنج ستيب وخلاص. بعد كده بقى الاله هتقوم بص بالظبط على طول كده، اقول لك الاله تكون لك البوفر رينج، يعني هو واقف هنا عند الاله ما كملش. انا بقى كملت لك ان انا الاله تكون لي البيرون رينج، والبيرون رينج اخد اربعه منهم يكون لي البوفر، وبعد كده احط الحاجات دي يكون لي الهيم على طول، تمام. دي حاجه برضو ايه، سندجرام للصيدان. ندخل بعد كده على الريجليشن بتاعه الهيم سنسز. الريجليشن بتاع الهيم سنسز اول حاجه عندي في الريجليشن هي الاله سنسز، دي اهمهم، وديت اللي هتجيلك ان شاء الله في الامتحان، لان هي الرايت ليميتنج ستيب في الايه، الريت ليميتنج ستيب انزايم، ده الريت ليميتنج انزايم بتاعي لتصنيع الهيم، بيعمل انهبيتد وايلد برنس اوف هيم. عارف انت النيجاتيف فيدباك، ان انا لما الهيم يزيد قوي يقوم قايله لا والنبي انت انا الهيم زاد، هتروح فين اكتر من كده، ما تصنعش قله ثاني، وقف، روح كده القله كده تقول له وقف، ما تصنعش قله ثاني، ما تفرزليش ثاني قله سنسيت خلاص الهيم زاد، فبيبقى انهبيتد عندي فيه. بصوا يا جماعه عشان نبقى في الصوره ان شاء الله كده، عشان نبقى عارفين ان انا عندي هم اربعه، القله سنسيت وحاجة اسمها بارابيتريت، وحاجة اسمها ليد، وحاجة اسمها الليد دي هي الرصاص، وحاجة اسمها المصعب الجلوكوز، هاي جلوكوز، يعني اما الجلوكوز عندي زي كلهم بيعملوا انهبيشن ما عدا البارابيتريت، ده الوحيد اللي بيعمل استيميليت للهيم سنسرز، تمام. البارابيتريت يعني بيقول لك انا مظبطها عندي ستريس ومش عارف ايه، مالناش دعوه بيها، مالناش في الفارما ان شاء الله سنة تالتة، ما ربنا يكرمكم وتاخدوها السنه الترم الثاني. يبقى انا عندي الوحيد اللي بيبقى من اللي بيعمل ستيميليشن للهيم سنسز في الريجيليشن اوف هيم هو البارابيتريت، تمام. بعد كده عندي الليد اللي هو الرصاص، على فكره ماده توكسيك الليد، احنا عارفين هي ماده توكسيك، اول لو دخلت على البصوي بتاع الهيم سنسز بتوقفه، بتبهدلك الدنيا كمان. يبقى انا عندي الليد الرصاص بيعمل انهيبيشن عندي للهيم سنسز، كمان عندي الهاي جلوكوز كونسنتريشن، الهاي جلوكوز بقى يبقى مخلي بقى ست المساحات بتاع الجلوكوز بقى وبتاع اسمه ايه كربوهيدرات بقى وحاجات من دي، بيعمل انهبيشن عندي الالاسنسيز. وفي كلمه هنا مهمه قوي ان شاء الله بجد هتجيلكم في الامتحان وهنقولها برده لما ناخد البورفيريا، هنتكلم على البورفيريا دلوقتي. بيقول ان انا عندي the important in relieving الاكيوت اتاك اوف البورفيريا، هاخد دلوقتي من الكومبليكيشن اللي بتحصل في البورفيريا ان الهاي جلوكوز كونسنتريشن بيقللها، تمام. ده البورفيريا ده اللي هو المرض الناشئ عن اي ديفيشنت هيحصل في الباس واي بتاع الهيم سنسز اللي احنا قلناها في اول سلايد خالص. يبقى انا عندي ريجوليشن تاني هم اربعه، عباره عن الاسنسيز، بارابيتريت، ليد، والهاي جلوكوز كونسنتريشن. قلنا كلهم بيعملوا انهبيشن معانا مين؟ معانا البارابيتريت، خلاص مش عايزين اكثر حاجه اكثر من كده، احفظهم كده كلهم انهبيشن ما عدا البارابيتريت، هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمل استيميليشن. انت حفظت البارابيتريت هو اللي هيجيلك اصلا، عشان هو الوحيد اللي بيعمل استيميليشن، سبحان الله. شفت؟ يلا ربنا معاكم. ندخل على اللي بعده. بيقول بقى احنا دخلنا بقى على الايه؟ والله انا يعني انا هقولها لكم، يعني مش عايزه اقولها لكم عشان ما ازودش عليكم، بس انا هقولها لكم يعني للفهم او للمعرفه اكتر. بصوا يا جماعه احنا الناحيه دي ناحيه الانزيمات، والناحيه دي ناحيه التايب اوف بورفيريا، تمام. لا خليها مش هقولها لكم عشان خاطر ما ابقاش زودت عليكم برده. لو حد عايز يعرفها بشكل كده لوحده يبقى يقول لي، لو هو حابب يعرف معرفه اكتر، لان بجد بزودت عليكم. وخلاص الجزء اللي المفروض البورفيريا هتعرفوا الكلام اللي فيه هو كلام سهل، بس يعني هو هنا الفكره في ايه؟ في السلايد دي مثلا ان هو هنا حاطط لك ده ديت التكوينات. عندك بيقول ان انا عندي مثلا الجلايسين، شكلها اقولها لكم، الجلايسين مع السكسانيلكو ايه؟
يكون لي مين؟ يكون الامينو ريبيونيك اسيد. في وجود مين؟ في وجود انزيم حاجه اسمها الالاتين سيز. طب لو انا عندي ديفيشنسي في الالاتين سيز هيحصل ايه بقى؟ تايب اوف بورفيريا، نوع البورفيريا، هيحصل حاجه اسمها لينكد بروتو بورفيريا. تمام، مش عندي، مش معانا. بعد كده ده مش نوع، ده مش عينه، هقول لكم انواع العين دلوقتي. طيب بعد كده بيحصل بيكون لي الامينو ريبيونيك اسيد. الامينو ريبيونيك اسيد باخد منه ميه، ميه. يعني انا هعمل ايه؟ هعمل دي هيدروتيز. باخد منه ميه يكون لي حاجه اسمها بورفو بلينوجين. بورفو بلينوجين، الاسماء دي مش علينا، انتوا عارفين الباسورد بتاعكم عليه فين. فبيكون لي حاجه اسمها بورفو بلينوجين. لو انا في وجود انزيم اسمه الالا دي هيدروتيز، لو انا الالا دي هيدروتيز ده قل، هيكون لي حاجه اسمها الالا دي هيدروتيز ديفيشنسي. مش ده نوع البورفيريا، مش معانا برضه. بعد كده في البورفو بلينوجين في وجود انزيم اسمه اسمها ايه ديت، دي امينيز، عايز بقى يشيل مجموعه الامين اللي موجوده عندي في الامينو ريبيونيك اسيد، عايز يشيلها، فيكون لي حاجه اسمها هيدروكسي ميثايل بلين. هيدروكسي ميثايل بلين، هيدروكسي ميثايل بلين. تمام، لو انا حصل عندي ديفيشنسي في الانزيم ده اللي هو دي امينيز، ده هيكون حاجه اسمها اكيوت انترميتنت بورفيريا. ده اول نوع بالبورفيريا عندي. يبقى انا لو جاء هو يعني مش موجود عندكم الصيدلات، بس المعرفه الاكيوت انترميتنت بورفيريا بيبقى سببها ايه؟ بيبقى سببها ان انا حصل عندي ديفيشنسي او في مشكله حصلت في الايه، اسمها ايه، البروفيربينوجين دي امينيز. تمام، بعد كده بعد ما انا كونت الهيدروكسي ميثايل بلين، بعد كده الخطوه اللي بعدها هيكون لي حاجه اسمها يورو، اسمها يورو بيرفروجين. تمام، بيرفروجين، في وجود حاجه اسمها يورو بيرفروجين سينسيز. بصوا بقى اللي جاي كله سينسيز، انا عايزه اكون حسينسيز او هعمل اوكسيديز. ده اول نوع من هيكون لي حاجه اسمها يورو ايه، يورو بيرفروجين. لو انا حصل عندي ديفيشنسي في يورو بيرفروجين سينسيز، ده يحصل لي حاجه اسمها كونجينيتال اريثروسايت بورفيريا، وده نوع موجود عندي برضه، اي نوع عندي من البورفيريا، كونجينيتال اريثروسايت بورفيريا. الاريثروسايت يعني معنى كده ان هي هتحصل في الاريثروسايت بس. تمام، بعد كده عندي حاجه اسمها الايه، بعد ما كونت عندي اليورو بورفيروجين هيكون لي حاجه اسمها كوبرو بورفيروجين. يبقى انا هبدا بيورو كوبرو، هوصل للبروتو بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه، البروتو هو هيجي اهو. يبقى انا هكون اليورو، بعد كده هروح للكوبرو، عشان اكون الكوبرو انا هعمل ايه؟ هعمل يورو بورفيروجين دي كاربوكسيليز، هطلع هنا سي او 2، هتخلص من سي او 2. تمام، عشان خاطر اوصل للكوبرو. بص يا جماعه، حته كوبرو ويورو وبروتو انا ديت بشتغل على، عارفين انتوا، مش انا جيت لما انا قلت لكم الرسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع كده مع بعض، نرجع من هنا، نرجع من هنا، نرجع من هنا، نرجع من هنا. هو كده بيزود ولا بيرجع؟ هو بيرجع ولا بيعمل ايه؟ لا ده كده بيزود. ارجع 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 ارجع، بسم الله. خلينا في دي، لا بصوا خلينا في دي، شكلها حلو. شايفين انتوا دي البروتو والكوبرو واليورو بيتغيروا على حسب، يعني على حسب المجموعه دي، الصابيون ده يا جماعه، قصدي السايد تشين، المجموعه ده، مش احنا قلنا دي اسيتايل، المجموعه ده اهي فينايل، المجموعه دي بروبينايل، ده اهي الكبيره دي يبقى فيها 3 كربونه، الفينايل يبقى فيها كربونتين بينهم رابطه ثنائيه، الاسيتايل الميثايل قصدي يبقى فيها كربونه واحده. انا بقى اليورو والبروتو واليورو والكوبرو والبروتو انا بقعد اشتغل على السايد تشين دي عشان خاطر ان انا اغيرها، عشان اوصل لي التركيب ده، اوصل للبروتو ده، ده تركيب الهيم. فانا في الاول ما بتبقاش كده، لا مش كده خالص، ده حاجات تانية. فانا بقعد اشتغل بقى ان انا اعمل اكسيديز، مش عارف اعمل اكسيديز عشان خاطر ان انا اغير المجموعات دي. حلو، ده كده فكره الكوبرو واليورو والبروتو عشان تبقوا فاهمين بس. يا رب نرجع تاني دي الاستايل ديت. قلت ان انا وصلت عندي ليه الكوبرو بورفيرينوجين، بعد كده هيحصل عندي حاجه اسمها هيريديتي كوبرو بورفيريا. مش لا يا رب، خلينا نرجع هنا للبورفيريا دي مهمه جدا. يبقى انا بقى لما بعد اليورو بروتو بورفيرينوجين هيكون لي كوبرو بروتو كوبرو بورو كوبرو بورفيرينوجين قصدي. تمام، لو انا حصل عندي ديفيشنسي في الانزيم اللي هو اسمه يورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز، هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي حاجه اسمها بورفيريا كوتينيا طاردة. بورفيريا كوتينيا طاردة دي هباتو اريستروسايتك بورفيريا. هنعرف دلوقتي يعني ايه الكلام ده. كوتينيا يعني في الكوتينيس، الكلمه دي مهمه جدا حرفيا، هي المفتاح بتاع نوع البورفيريا دي. بعد كده لما اوصل عندي ليه الكوبرو، لا انا هعمل بعد كده ايه بقى، هعمل كمان اوكسيديز عشان خاطر اوصل ايه، اغير السايشن اللي قلت عليها دي. هعمل حاجه اسمها كوبرو بورفيرينوجين اوكسيديز، هيكون لي بعد كده البروتو بورفيرينوجين، وده بقى اللي هو الحلو بتاع البروتو بورفيرينوجين.
بس لا مش ده اللي مش ده اللي انا اتكلمت عليه. قلت ان التاني اسمه بروتو بورفرين، ده بروتو بورفرينوجين. تمام، لو حصل عندي ديفيشنس في الانزيم ده هيحصل عندي حاجه اسمها هيريديتي كوبرو بورفيريا، مش معانا. بعد كده عشان خاطر بقى انا مش انا انا الاند برودكت مش بروتو بورفرينوجين، انا عايزاه بروتو بورفرين، فهعمل هجيب انزيم اسمه بروتو بورفرينوجين اوكسيديز، برضو لاخر اخر تاني الاوكسيديز هيكون لي بروتو بورفرين، وده بتاعي بقى. اقوم عامل له فيرو اوكسيديتات، فيرو اوكسيديتات ده اللي هو ضيف عليه الحديد يكون لي الهيم. تمام، الريستروتايت البورفيريا بروتو بورفيريا دي مش معانا برضو، دي برضو مش معايا. فانا عندي البورفيريا اللي عندي اللي هي اول حاجه اكيد انترموتد بورفيريا، تبقى مشكله في مين؟ في البروتو بورفرينوجين دي اماينيز. بعد كده مشكله عندي في الكونجنتال ريستروتايت بورفيريا في اليورو بورفرينوجين سينسيز، مشكله عندي اسمها بورفيريا كوتينيا طاردة، دي بتبقى مشكله عندي في اليورو بورفرينوجين دي كاربوكسيليز. انت عليك بس تعرف دول. تمام، يعني دول مش عليك اصلا تعرفهم، انت عليك تعرف انواع البورفيريا دي، والباسوي ده برضو مش عليك، انت عليك زي ما احنا قلنا اللي هو لحد القلق، وبعد القلق على طول بينط يكونني البروتو بورفرينوجين على البروتو بورفين على طول. تمام، وادي هنا كاتب لك هنا برضو ان انا عندي في مايوجلوبين، في عندي سوري المايوجلوبين ده الهيموجلوبين، في عندي برضو بيكون السيتوكرومز والبروتيز والفيرستيز والتريبتوفان والحاجات دي كلها. تمام، المثال مش عليك. المهم بس انا كنت بفهم لك ان انا عندي البورفيريا اللي انا هتكلم عنها دلوقتي بتحصل بسبب ان في ديفيشنسي حصل في الانزيمات اللي في الباسوي بتاعي. السلايد دي بتوضح لي برده هو نفس تصنيع الهيم، بس هنا بقى بيقول لك ايه، مين اللي في الميتوكوندريا ومين في السيتوسوم. اول خطوه بتحصل في الميتوكوندريا بتاع الامينو اسيد سوري بتاع الساكسينايل والجلايسين، لان احنا قلنا ان انا عندي ايه الساكسينايل موجود اصلا في الميتوكوندريا عشان خاطر طالع لي مسكه الاسيد سايت. تمام، وبعد كده يطلع يمشي في السيتوسول لحد ما تيجي عند الخطوه بتاع تكوين الكوبرو بورفيرينوجين، تخش تاني الميتوكوندريا ويكمل لحد تكوين الهيم. الصاد مش عارف فاكس قوي ما بصراش. بعد كده ندخل على مين بقى، ندخل على البورفيريا. اي يا ست البورفيريا بجد يا جماعه بعتذر عن صوت المروحه دي، بس بالله جاب اخره بقى من الشغل. البورفيريا بنقول يا جماعه ان انا عندي البورفيريا دي عباره عن جريك وورد مين بيربل، اسمع بيربل كلمه حلوه قوي. بيقول عندي ان انا البورفيريا دي بقى، انا بتكلم كده بالراحه، البورفيريا دي هو مرض بينشا نتيجه حاجه الجسم الهيم، حاجه في الجسم تحت دلوقتي انا محتاجه ولا مش محتاجه، خصوصا عندي البورفيريا دي. تمام، في حاجه على فكره في الباسوي اللي فات ده برده بتحصل وكده شويه حبات تكنات، هي مش عليكم ما شاء الله الدكتور بجد ماسك لكم الباسوي قوي، بس مش مشكله مش هقولها، انتوا كده الحمد لله يعتبر الجزء اللي انتوا خدتوه فيه يفهمكم اللي انا هقوله دلوقتي. بيقول ان انا عندي الديفكت بتاع البورفيريا ده، هو رير ان هو يحصل اصلا، بس هو بيحصل في الهيم سنسيتيف. انا البورفيريا بتحصل نتيجه حصل ديفكت في الهيم سنسز، مشكله حصلت اثناء تصنيع الهيم، اما انها تكون انهيرتد او انها تكون اكوايرد. اكوايرد يعني في مرض اصلا عندي، مشكله حصلت في مرض او في مشكله سببت لي مثلا دخلت وقت تصنيع الهيم حصل عملت لي بورفيريا، ده كلمه اكوايرد. تمام، الريزلت بقى بتاعتي في المشكله اللي في الديفكت ده يحصل عندي اكيوميليشن اند كريسبل اكسكريشن اوف البورفيرين اند اور ذير ايه البري سورسز بتاعته. بري سورسز دي اللي هي البري كورس بتاعته دي اصلا، البري سورسز دي تفهم لك الكلمه اللي انا قلتها. انا قلت ان انا عندي البورفيريا بتظهر نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا حصل عندي ديفكت اثناء الهيم سنتز. ديفكت ده يحصل في مين؟ يحصل في اي انزيم من الانزيمات اللي موجوده عندي في الباسوي بتاع الهيم سنسز. الانزيمات اللي انا قلتها لك دي انت مش عليك الانزيمات، انا بس كنت بفهمها. يبقى انا البورفيريا بتنشا نتيجه ايه؟ ان انا حصل عندي ديفكت في اي انزيم من الانزيمات اللي في الباسوي بتاع الهيم سنسز، او في اكيوميشن للقلق. القلق ديت معنى كده حصل اكيوميشن لمين؟ للبورفيرين. ديت اللي كون ان حصل اكيوميشن للبورفيرين او انكريز في البورفيرين او اي ريسورسز من اللي احنا قلناها دي برده سواء كان كوبرو يورو مش عارف الحاجات دي كلها هتقوم عامله لي ايه؟ هتعمل لي البورفيريا دي. تمام، بيقول كمان عندي ان انا البورفيريا هي جنرال، يعني هو مرض جنرال مش اسوسييتد مع الانيميا، يعني مش شرط ان انا في انيميا يكون لي البورفيريا. بعد كده بنقول ان انا عندي البورفيريا دي بيحصل لها كلاسيفيكيشن على حسب السايت بتاعها. يبقى انا بقسم انواع البورفيريا بتاعتي هم ثلاث انواع. هو انا الاول في عندي انهيرتد وفي عندي اكواير، ده التقسيمه الكبيره. بعد كده هبدا ان انا اقسم بقى على حسب السايت بتاعها. لو انا قسمتها على حسب السايت بتاعها، على حسب السايت اوف انزيم ديفيشنسي، الانزيم ديفيشنسي ده حصل فين؟
تمام، ومحدش يجي كلمه انزايم ديفيشنسي يقول لي يا ترى هو حصل في الميتوكوندريا ولا السيتوسول. لا يا جماعه انا بتكلم عن السايد نفسه بتاع الهيم سينسيس كله. الهيم سينسيس كله احنا قلنا بيحصل فين؟ في اول اوف ذا تيشو اوف البودي تيشو. يعني احنا قلنا البودي تيشو عباره عن مين؟ عباره عن البون مارو والليفر، تمام. والبون مارو بيبقى فيه الارثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء، تمام. فانا دلوقتي هقول لك الهيباتيك ده يعني الليفر، فانا اقول لك اما ان يكون الموقع اللي حصل فيه بورفيري اما ان يكون ليفر او يكون ريستروسايت، تمام. يبقى انا عندي او يكون الاثنين مع بعض. يبقى انا اول نوع من انواع البورفيريا بيحصل عندي حاجه اسمها هيباتيك بورفيريا، يعني انا حصل ديفيشنسي في الانزيم حصل فين؟ حصل عندي في الليفر. او حاجه اسمها ريستروسايتيك بورفيريا يبقى الديفيشنسي حصل عندي في الاريثرو اسمها دي الاريثروبايتيك سيل، سوري ده اسمه اريثروبايتيك بورفيريا يا جماعه. يبقى انا حصل عندي ديفيشنسي في الاريثروبايتيك سيل اوف البون مارو. الاريثروبايتيك سيل يا جماعه والبون مارو اللي هي اريثروسايت يعني. بعد كده اريثروبايتيك اند الهيباتيك ايه؟ الهيباتيك بورفيريا ديت وذ عندي انزايم ديفيشنسي بيحصل في الاثنين بقى، تمام. بقى انا عرفت السايت بتاعي عباره عن ايه؟ اما ان يكون ليفر او اريثروبايتيك يعني في البون مارو، اما ان يكون ليفر او بون مارو او في الاثنين من الاخر. بعد كده ندخل بقى عندي عن نتكلم على كل نوع فيه. اول نوع هيظهر معايا وهي مين؟ وهي الاكيوت سوري الهيباتيك بورفيريا. الهيباتيك بورفيريا في منها نوعين، في منها اكيوت وفي منها كرونيك. شوفوا انتوا عمالين نقسم تقسيمات لما الواحد خلاص كل تقسيمه جالها تقسيمه يا لهوي. الفيديو كبر مننا ما شاء الله. الهيباتيك بورفيريا اول نوع منها الاكيوت الاكيوت هيباتيك بورفيريا. ربنا خلاص ما تقلقوش. الاكيوت هيباتيك بورفيريا بتنكود حاجه اسمها اكيوت انترميتنت بورفيريا. فاكرين انا قلت لكم الاكيوت انترميتنت بورفيريا، تمام. يا مشكله كانت بتحصل فين؟ روحوا بقى شوفوا كانت بتحصل فين. مش عارفه انترميتنت يا جماعه. انترميتنت يعني بتحصل على فترات متقطعه. اكيد بتحصل على فترات متقطعه تبقى كمان انهيريتد. الكلمه دي مهمه جدا. يبقى انا الاكيوت هيباتيك بورفيريا هي عباره عن اكيوت انترميتنت بورفيريا بتبقى انهيريتد. الكلمه دي مهمه جدا انهيريتد. كمان بيقول ان انا عندي اليورين بتاعي بيبقى كارلس لما انا اعمل له فيودد ابدا افرغه كده مش عارف حاجات كده غريبه، بس بيبقى الكارل بتاعه بينكريز في وقت الستاندنج بسبب حاجه اسمها فوتو اوكسيديشن. صحيح قبل ما اكمل انا عندي اللهم صل على النبي كده معايا البورفيريا. احنا قلنا ان المتحكم في ظهور البورفيريا هو حسب حاجه الجسم اللي ليه، تمام. فانا عندي دلوقتي تصنيع الهيم زاد او تصنيع الهيم قل او حصل ديفيشنسي في وقت تصنيع الهيم فيحصل عندي اكيميونيشن للالم، تمام. طيب فانا بيقول ان انا عندي المشاكل اللي ممكن تحصل حاجه من شويه يعني حاجه من اللي انا اقول من دول. اما ان يحصل عندي مشكله تبقى يحصل عندي مشكله في النيورولوجيكا بتاعه الجسم في النيرفس يعني سيستم بتاعه، او يحصل عندي حاجه اسمها السيتياتريك مش عارف ده نفسيه يعني وكده، فيحصل عندي حاجة اسمها مثلا فوتوسينسيز، بيحصل عندي اكسدة في الجلد فيحصل عنده علامات عن جلد وصور دلوقتي انا عرضها، يحصل عندي ديستربنس عندي في الجي اي تي. دي الحاجات اللي ممكن تحصل ايه؟ دي الحاجات اللي ممكن تبقى المانفستيشن اللي ممكن تظهر عنده، تمام. فانا الاكيوت انترميتنت بورفيريا دي اول نوع عندي قلنا بتبقى انهرتد باليورين بتاعي بيبقى فيها كارلس في اما اعمل له بودد بس الكارل بتاعي بيزيد وقت الستاندنج بسبب حاجة اسمها فوتو اوكسيديشن. بنقول عندي ان البورفيريا اب نوت اليفيتد ان البلاد سو ذير از نو سوري قصدي البورفيرين مش حصل له زياده في البلاد بسبب ايه؟ عشان كده ذير از نو ربي فوتو سنسيتيفيتي. يعني انا اللي بيعمل عندي الفوتو سنسيتيفيتي الايه؟ البورفيرين. انا عايزه ارجع بس معاكم عشان نبقى فاهمين الكلمه دي يا ستي. انا ما قلتش اطلعي، انا بقول ارجعي. يا ربي ارجعي 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 للصوره. ايه الصوره بسرعه؟ بص يا جماعه احنا قلنا ان عندي الاكيوت انترميتنت بورفيريا بتظهر فين؟ في حاله البورو اللي اسمها دي البروفوبلينوجين، تمام. البروفوبلينوجين ده انا كده لسه ما كونتش عندي البورفيرين، فبالتالي مش هيحصل لي اكيوميليشن في البورفيرين، فعشان كده ما فيش فوتوسينثيز. انا عايزه اوصل لك هو حصل فين. الاكيوت انترميتنت بورفيريا حصل هنا في الجزء اللي ما بين البورو الاسماء رزله البورفوبلينوجين والهيدروكسيميثايل بلاين، تمام. كان حصل بسبب ان انا عندي في مشكله حصلت في الدقيقه ماينيز، حلو، عشان كده ظهرت لي الاكيوت انترميتنت بورفيريا. فانا لسه ما كونتش عندي البورفيرين، فعشان كده انا هنا بفصل لك الجمله دي بقول لك هي حصلت ما بين مين. فتيجي هنا في الجمله دي
هي راحت فين؟ اه لا ده لسه قدام، لسه كمان خطوه. ايه ميت بقى؟ هي لسه اه لسه قدام صحيح. آه بسم الله. في ايه؟ اه الجمله هي بيقول لك ان انا عندي هنا البورفرين نوت اليفيتد في البلاد. انا الليفيشنسي ده حصل قبل لسه ما كون البورفرين، فبالتالي مفيش فوتو سنسيتيفيتي. تمام. ندخل بعد كده على الكلينيكال مانيفيستيشن للاكيوت انترميتنت بورفيريا. بنقول عادي ان انا السيمتوم بتاعتي بتبقى امبير انترميتنت بشكل متقطع، معروف انا قلت انترميتنت يبقى اكيوت انترميتنت. تبقى بيشنت عندي بريزنت ويز اكيوت ابدومينال بين. هو انا مش قلت لكم من ضمن الامراض اللي ممكن تظهر او المشاكل اللي هتظهر بسبب البورفيريا يبقى في حصل ديستربنس عادي في جايتي مع اكيوت ابدومينال بين اهو، مشاكل في الجايتي اه يا بطل. تمام. بعد كده بنقول ان اتاك بيبقى بارتسيبيتد باي ستارفيشن، الشخص ده جعان. تمام. في جعان بتحصل اللي مثلا باسمها ايه الاتاكس بتاعتي دي. احنا قلنا انترميتنت على فكره يا جماعه بتيجي بسرعه اتاكس، هي اكيوت انترميتنت. احنا قلنا انترميتنت دي يعني سرعه اتاكس. هتفهم الكلمه دي ان شاء الله لما ربنا يكرمكم تاخدوا الازمه في البطن السنه الجايه. ربنا معاكم يا رب. هتنفخوا يا جماعه. وحاجه اسمها البارابيتريت. البارابيتريت كان مين؟ كان الوحيد اللي بيعمل ستيميليشن للهيم سنسز. تمام. الاذان نكمل نرجع تاني. يلا يبقى انا تاني بنقول ان انا بتبقى عباره عن اتاكس، والاتاكس دي بتيجي في حالات الاسترافيشن والبارابيتريت. زي ما احنا قلنا ان انا عندي الوحيد اللي بيعمل ستيميليشن عندي الهيم سنسز هو البارابيتريت. بعد كده بيقول عندي ان انا السيمبتوم بتاعتي بتبقى ديكريزد باي الهاي كربوهيدرات دايت. مش احنا قلنا ان الكربوهيدرات الهاي كربوهيدرات الهاي جلوكوز بيعمل انهيبيشن، يبقى السنس بتاعتها هي ديكريز. ما هو مفيش بيعمل هي مش هيرين فالهيم بتاعي مش هيتصنع، فاوريدي مش هيحصل عندي اكيوميليشن ليه القلق ولا حتى اي سورسز من الباس واي كله. تمام. الكلام بيفهم بعض والله. بيقول كمان عندي بس حاجه اسمها نيورولوجيكال مانيفيستيشن. زي ما احنا قلنا انا ممكن يظهر عندي ايه من ضمن الحاجات المشاكل تظهر، قلنا ممكن يظهر عندي نيورولوجيكال مانيفيستيشن مشاكل في النيورولوجيا بتاعت البيشنت بتاعي النيرفس سيستم وكده. يحصل عندي في اسمها دي في الموتور اللي اسمها دي ستريك اسمها دي ستريك بروبلم. يحصل عندي ستريك بروبلم اللي مثلا بايه يحصل عندي ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص يا رب. ايه تاني يا جماعه؟ بسم الله. نقول تاني نقول تاني مش مشكله نقول ونعيد. الوقت خد مننا يا لهوي. يبقى تاني عندنا الاكيوت انترميتنت بورفيريا. من الكلام بتاعها هنجيب احنا قلنا هي بتحصل فين؟ بتحصل قبل ما يحصل عندي اكيميليشن للبورفيرين. خلاص كلمه مفيش بورفيرين في الدم، مفيش اليفيتد للبورفيرين في الدم، يبقى معنى كده مفيش فوتو سنسيتيفيتي. كلمه حلوه قوي الكلمه دي، مهمه جدا جعلنا الثلاث ثانيه فاتت نركز فيها جدا. مفيش اكيميليشن ولا اليفيتد للبورفيرين في الدم، فمعنى كده مفيش فوتو سنسيتيفيتي. ركز. تبقى انهيرتد انترميتنت يعني هي تيجي بصوره اتاكس. انترميتنت يعني صوره اتاكس يا جماعه. البيشنت عندي بيبقى بريزنت ويز ايه اكيوت ابدومينال بين. البيشنت ده ما شاء الله اخد يعني حاجات كتير من المانيفيستيشن اصلا اللي بتظهر في امراض البورفيريا. اخد اكيوت ابدومينال بين، اخد النيورولوجيكال مانيفيستيشن، اخد الاسميه ديت لايك سنسوري والموتور، واخد كمان الاسميه دي لايك سنسوري والموتور والسايكاتريك ايه السايكاتريك بروبلمز. السايكاتريك بروبلمز دي مشاكل نفسيه. تمام. وقلنا كمان ان هو الاتاكس دي بتبرزنت في حالات ايه؟ في حالات الاسترافيشن وفي حالات البارابيتريت. البارابيتريت اللي بيعمل ستيميليشن يعني معنى كده الهيم سنسز هيزيد. قلتها بسرعه معلش. البارابيتريت بيعمل ايه؟ ستيميليشن للهيم، يعني كده الهيم سنسز هيزيد، فبالتالي هيزود الهيم هوب بيحصل اكيوميشن هوب بيحصل البورفيريا تحصل مشكله نصوت. تمام. بتقل امتى السيمتوم؟ في حالات ان في هاي كربوهيدرات. ما احنا قايلين ان انا عندي الهاي ليفل من الجلوكوز بيعمل ايه؟ بيقلل او بيعمل عندي انهيبيشن للهيم سنسز، فبالتالي مش هيحصل عندي بورفيريا. الكلام جاب بعض ازاي؟ اللي فهم هيبقى فاهم، اللي فهم ان شاء الله. يعني نخش بعد كده على تاني نوع. ما بخشش ليه؟ وفي نخش بعد كده على تاني نوع عندي هو الكرونيك هيباتيك بورفيريا. انا قلت ان انا عندي الهيباتيك بورفيريا في منها اكيوت وفي منها كرونيك. بعد كده بقى الكرونيك هيباتيك بورفيريا. الكرونيك هيباتيك بورفيريا ده كان اسمه انترميتنت، الاكيوت كان اسمه انترميتنت، هنا اسمه بورفيريا كوتينيه طاردة. بورفيريا كوتانية طاردة. نروح نبص على البورفيريا كوتانية طاردة كانت بتحصل فين. البورفيريا كوتانية طاردة ده مبارك ان انا اقعد اعمل كده. البورفيريا كوتانية طاردة رحت فين اهو. البورفيريا كوتانية طاردة كانت ما بين اليورو بورفو اسمها دي بورفولوجين والكوبرو بورفولوجين. كانت مشكلة عندي في اليورو بورفولوجين دي كاربوكسيليز. يورو بارفانوجين دي كاربوكسيليز كانت بتكون لي البورفيريا كوتينيا طاردة. تمام.
بورفيريا كوتينيا تاردا. يعني تاردينيا. ندخل نشوف البورفيريا كوتينيا تاردا اللي احنا قلنا هي نوع من انواع الايه الهيباتيك بورفيريا، بس بتبقى كرونيك. كرونيك ايه؟ كرونيك هيباتيك بورفيريا، بورفيريا كوتينيا تاردا. الكلينيكال مانيفيستاشن للبورفيريا كوتينيا تاردا، كلمه كوتينيا جايه من كوتينيوس، يعني حرفيا المشاكل بتاعتي كلها تبقى في الدم. وما ان انا قلت يا ربي دم ايه يا جماعه، لا بسم الله الرحيم، في الجلد، النيله في الجلد. بيقول ان انا عندي البورفيريا كوتينيا تاردا دي بتحصل امتى؟ الكلينيكال اونت بتاعي بتحصل امتى بقى؟ ديورنج عندي الفورس والفيفس ديكيد، فالعقد الخامس والرابع من الحياه، من الحياه خمسينات والاربعينات كده. بيقول كمان انا عندي البورفيرين هنا ما بيحصل بورفير اكيوميشن، كل ما حصل بورفير اكيوميشن هيحصل الفوتوسنتيفيتي، يبقى انا اصلا كوتينيوس يعني جلد، فايه اللي هيحصل عندي على الجلد؟ هيحصل عندي المنظر ده، ربنا يعافينا كلنا جميعا. كل ان انا ظهر عندي منظر ده على الجلد يبقى حصل عندي فوتوسنتيفيتي، يعني معنى كده فوتوسنتيفيتي يعني يحصل اكيوميشن للبورفيرين. بص فهمت الاولى هتفهم الثانيه، انا خلاص قلت اللي فيه. انا ماشي على فكره غير في فعلا مالك اسمي النهارده تاني. يبقى الكلينيكال مانيفيستاشن في البورفيريا تاردا، اول حاجه بيقول الكلينيكال اونس بتاعي بتحصل امتى؟ في الفورث والفيفث ديكيد بتاع اللايف، بيحصل عندي بورفيرين اكيوميشن، فبالتالي هيليد لي كونتينوس سيمبتومز. هلاقي عندي ايه؟ كونتينوس سيمبتومز، هلاقي كده اعراض ربنا يعافينا ظهر عندي على الجلد بالمنظر ده. هلاقي عندي البورفيرين اللي بيحصل له اكسكريت يعني عندي في اليورين، هيخلي اليورين بتاعي براون ان نيوترال لايت، في اللايت العادي هلاقي عندي البورفيرين سوري قصدي اليورين بتاعي براون، وكمان عندي بيبقى بينك تورين عندي في الفلورسنت لايت، في صوت ضوء الفلورسنت اللي هي لمبه الفلورسنت اللي لمبه النيون. كمان هلاقي عند البيشنت بيبقى فوتوسنسيتيفيتي. ما هو بص بقى نعمل كده بالترتيب، قلنا بورفيرين اكيوميشن يبقى في فوتوسنسيتيفيتي تمام. كمان عندي بلاقي ايه يبقى في بيزيد مع ديزيز معينه، بيبقى فيجرس يعني المرض ده بيبقى فيجرس مع ديزيز معينه، زي مين؟ زي هيباتيك ايرون اوفرلودد، ان انا عندي الايرون زياده قوي، فالايرون بقى عمال يدخل بقى في تصنيع الهيم، فهو بالهيم يزيد فيحصل اكيوميشن بورفيرين. الايرون كتير، فانا اروح صنع الايرون، تعالى اما اصنع ليك هيم يا عمي هتودي فين؟ خلاص انت عمال تصنع ايرون عشان عندك اشارات ايرون كتير، خلاص هتودي الهيم فين ده كله؟ يحصل عندي اكسبوجر للستان لايت. طبعا انا عندي بالمنظر ده يا جماعه بصحه بصحه الشمس تشوفه ربنا يعافينا، يعني الواحد مش متخيل المنظر اللي ممكن يوصل له. الناس تبقى بالمنظر ده بيحصل اكسبوجر شديد للستان لايت، لا ربنا يعافينا جميعا يا رب. كمان عندي في البرنس بتاعي الهيباتيتس بي او سي والاتش اي في انفكشنز، ديت نوع مرض مناعي اللي هو ده البتاع ده اللي هو مثلا اسمه ايه فيروس سي وفيروس بي. يبقى تاني عند الكرونيك هيباتيك بورفيريا، ده نوع من انواع الهيباتيك بورفيريا، بس الكرونيك بنسميه عندي بورفيريا كوتينيا تاردا، بيحصل فيها عندي اكيوميليشن للبورفيرين، وكون ان حصل اكيوميليشن للبورفيرين يبقى يحصل عندي فوتوسنسيتيفيتي، وكون انا قلت كلمه كوتينيا هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي في هيحصل عندي كوتينيا وستمتومز. بقول عندي هنا هناك بقى لو انا جيت اقارن في الاكيوت اليورين بتاعي كان بيبقى كارلس ملوش لون، بس اللون بتاعه بيزيد في وقت الستاندينج. كان عندي البورفيرين بتاعي بقى كون ان هو بيبدا يطلع السكريشن عندي في اليورين هيخلي لون اليورين بتاعي براون، ده في اللايت في النيوترال لايت بتاع الضوء العادي، بس هيبقى لونه بينك تورنت في الفلورسنت لايت. قلنا طبعا في فوتوسنتيفيتي عشان خاطر الاكيميشن بتاع البورفيرين، في الحاجات اللي ممكن تعمل تخلي الديزيز بتاعي ده فيكرس، زي ان انا يحصل عندي ايه اللهم صل على النبي هيباتيك ايرون اوفرلود، او في عندي اكسبوجر للستار لايت، او في عندي برنسلي الهيباتيتس بي او سي والاي في انفكشن، ديت نوع مرض مناعي. كده انا خلصت البورفيريا كوتينيا تاردا، من اسمها يا جماعه كوتينيا، بصوا بقى عشان نبقى عارفين هي هنعرف انها كرونيك منين، ادي سي وسي، يلا انبسط كرونيك سي وسي، كرونيك كوتينيا سي وسي تمام. كوتينيا يعني كوتينيوس جلد، يبقى مشاكل في الجلد، مشكله يبقى كده فوتوسنسيتيف، فوتوسنسيتيف يعني بيحصل عنده مشاكل في الجلد تمام. كون فوتوسنسيتيف يبقى يحصل ايه؟ يحصل عندي بورفيرين اكيوميليشن. حلو، اليورين هنا لا اليورين هنا فيه لون، اللون بتاعه براون، براون قريب من لون الدم شويه. ما هو انا افتكروا ان انا عندي مشاكل في الجلد، الجلد لما بيبقى فيه مشاكل مش بيبقى فيه كده لونه مغمق شويه بيطلع حاجات غريبه ربنا يعافينا، فخلاص نفتكر ان اليورين بتاعه كمان هيبقى براون. يبقى البينك تورين عندي في الفلورسنت رايت ديت حاجه دلع شويه بصراحه. هيزيد طبعا في مشاكل عندي في الهيباتيك، هو كرونيك يعني كل ما يزيد مع الشخص بيزيد لحد ما يفطر. حلو، المشاكل اللي عندي ان انا في ايرون اوفرلود عمال يزيد يصنع هيم، هتروح فين؟ يحصل اكيميشن ازيد، فالموضوع يبوظ مني.
يلا بس عشان وقت الفيديو عمال يزيد مننا كده بقى ايه البصمجه والدنيا معاك تعالى ندخل على تاني نوع هي الريتروبايتيك بورفيريا. الريتروبايتيك بورفيريا بتقول دي كونجينيتال ريتروبايتيك بورفيريا اللهم صل على النبي الاكيوت كانت انهيرتد وادوك ركزوا عليها لكن الريتروبايتيك بورفيريا كانت كونجينيتال يعني شخص مولود بيها زي ما احنا شايفين كده هو مولود بيها بالمنظر ده ربنا يعافينا جميعا يا رب. دي كمان عندي يا جماعه البيشنت هنا بيبقى فوتو سنسيتيف وذن سكين مانيفيستاشن البيشنت هنا عنده فوتو سنسيتيف برده بيبقى كمان هنا اليورين بتاعه بيبقى دارك ريد ان كولر بسبب عندي بورفرين اكسكريشن هنا بقى يعني لوكا كان براون شويه مروق لا ده هنا دارك ريد الدنيا بايظه قوي بعدين الريتروبايوتيك يعني ريد بلس سيلز افتكروا ريد 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 ها ريد ريد دارك ريد افتكروا بيحصل عندي ريبيتد اتاك اوف درماتيتس اند سكورينج ليد تو عندي حاجه اسمها تيبيكال فيشيال ديفورميتي فيسال قصدي ديفورميتي اوفن عندي فيل تو حاجه اسمها مونكي فيس يبقى انا عندي المانيفيستاشن بتاعت انا عندي في الريتروبايتيك بورفيريا اعرف ان هي كونجينيتال يعني شخص بيبقى مولود بيها يبقى فيها فوتو سنسيتيفيتي يبقى فيها اليورين بتاعها بيبقى دار كريت في القدر بتاعها بسبب البورفيرين اسمها دي اكسكريشن. بصوا يا جماعه كون ان البورفيرين ظهر في الموضوع اعرف على طول ان انت عندك لو مثلا عندك في فوتو سنسيتيفيتي واليورين بتاعها هيبقى لونه مغمق خلاص حاجه معروفه. بعد كده كمان بيبقى الشخص بتاع الريتروبايتيك بورفيريا نعرف حاجه مهمه جدا هنجيلكم في الامتحان ان شاء الله ان هو بيبقى مونكي فيس في اتاكس للدرماتايتس بقى طبعا الجلد بتاعه زي ما احنا شايفين بصراحه ربنا يعافينا شايفين المنظر بالشكل ده ربنا يعافينا جميعا يعني. يبقى انا كده استنتج انا كده خدت نوعين خدت الهيباتيك وخدت الريتروبايتيك. قلنا الهيباتيك بيبقى ايه بيبقى فيه منه نوعين اكيوت وكرونيك الاكيوت انهيرتد والريتروبايتيك بيبقى ايه كونجنتال. الاكيوت الوحيد اللي ما كانش فيه فوتو سنسيتيفيتي عشان ما كانش بيحصل فيه الليفيتس في البورفرين فبالتالي اليورين بتاعه كان بيبقى كارلس او ما بيبقاش فيه فوتو سنسيتيفيتي ما بيبقاش فيه مشاكل في الجلد. لكن الكرونيك لا الكرونيك كان بيبقى كوتينيا طاردة لا مشاكل في الجلد فوتو سنسيتيفيتي اليورين بتاعه كان بيبقى براون. عندي هنا في الريتروبايوتيك لا ده انا عندي هنا فوتو سنسيتيفيتي لان في بورفرين زاد فكمان خلى اليورين بتاعي ايه دارك ريد. هنا الحاجه اللي انا اعلم بيها ان انا بيحصل عندي هنا مونكي فيس في الريتروبايوتيك اللي اعلم فيها في الكرونيك الكوتينيا زاردة ان بيحصل عندي مشاكل في الهاند بيحصل مانيفيستاشن في الكوتينيوس زي ما احنا عارفينه خلاص او الكوتينيوس سيمتومز ما قالش ايه بالظبط. بعد كده اخر حاجه معانا الاكوايرد بورفيريا. الاكوايرد بورفيريا الكوست اوف اكوايرد بورفيريا انا قلت ان انا عندي الاكوايرد بورفيريا بسبب ان انا خدت حاجه سببتها لي يعني مش مشكله في جسمي لا ده انا خدت حاجه دخلت هي اللي بوظت سواء بقى كان في مرض عندي سواء انا اكلت حاجه غلط شربت حاجه غلط بهدلت الدنيا يبقى دي الاكوايرد بورفيريا. الليد بويزنج زي ما انا قايله لكم في الريجليشن بتاعه الهيم سنسز الليد يا جماعه اللي هو الرطاط الليد بويزنج يا جماعه ده ماده سامه بتدخل حرفيا بتوقف الباس واي بهد الدنيا. الكحول ان شرب الكحول الايرون ديفيشنسي انيميا برده هتسبب بورفيريا سواء كان زيادته او قلته برده هتعمل بورفيريا. الليفر ديزيز زي ما احنا قلنا في الكرونيك كان عندنا اللي بيزود المرض كانت الهيباتيك بيوس دي. بعد كده عندي كرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال فيلير ايه اللي دخل الكدني هنا؟ ان انا يا جماعه قلنا ان انا عندي بيحصل اكسكريشن للبورفرين. ما هو اكسكريشن للبورفرين في اليورين هي اليورين ده طالع منين مش من الكدني؟ طب ما هو دي مشكله مثلا في الكدني مش عارفه تطلع اصلا البورفرين فيحصل له اكيوميليشن فيبهدل الدنيا. فهمتوا بقى الكدني جايه منين؟ بعد كده عندي صم مالجنانس حرفيا كلمه مالجنانس ديت ماشيه معاكم في اي مرض ده كتير قوي في البطنه. المركري الزئبق الارستي مش عارف ايه الالومنيوم توكسيستي بصوا حاجات كده بس يعني لو انتوا تعرفوهم وخلاص تبقوا عارفينهم وكده المهم اي حاجه توكسيك اي خيوم كده بالشكل اي حاجه منهم جت هتعمل لك اكوارد بورفيريا. الحاجات دي كلها مش موجوده في الانواع اللي قدام اللي هي الانهيرتد مش موجوده فيها خالص الانواع احنا قلناها الثانيه لكن الاكوارد بورفيريا كلها بقول لك مشكله سببت لي المشكله دي. انا هنا عشان وقت الفيديو بتاعنا بصراحه كرف قوي ساعه ونص كده ما شاء الله كتير بس اهم حاجه تكونوا فهمتوا معايا. الحاجات اللي قلت لكم هتاكدوا عليها اتاكدوا عليها كويس والحاجات اللي مكتوبه كده ده اللي موجود عندكم في الاستيضاد الصور انا جايباها للفهم. انا مش هكمل الجزء الثاني من الهيم دلوقتي هعملها فيديو ثاني معلش طولت عليكم بس المهم تكونوا فهمتوا كويس. وربنا معاكم بالتوفيق كل سنه وانتم طيبين.